بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة خلال الأيام السابقة وبداية منذ أن بدأ النادي الأهلي أو عندما انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا، والحقيقة خلال هذه الفترة الواحد ما فكرش غير في شيء واحد فقط، أو الواحد مش هيفكر غير في شيء واحد فقط، وهو كيفية مساندة النادي الأهلي وكيفية وصول النادي الأهلي إن شاء الله في هذا الشهر إلى كل ما نريده. بمعنى أن أنت عندك خمس مباريات، أو ابتدت الخمس مباريات بالمباراة السابقة، الحمد لله ربنا كرمنا أمام بيراميدز، وهتكلم كتير عن النقطة دي لأنه نقطة مهمة جدا. وبعد كده إن شاء الله بكرة عندنا مباراة طلائع الجيش، هكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة الساعة 6 إن شاء الله، زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما نحن بنكون ساعتين أو ساعة ونص قبل بداية المباراة، نتكلم عن كل الكواليس ونجيب لحضراتكم كل كواليس مباراة الأهلي وطلائع الجيش بكرة إن شاء الله الساعة 6 هنكون مع حضراتكم. وبعد كده إن شاء الله مباراة المصري، وبعد كده نادي الزمالك في السوبر المحلي، وبعد كده نادي الزمالك في الدوري العام، وبعد كده مباراة سان داونز. وبالتالي أنا ما عنديش وقت إن أنا أرد على أي حد، ما عنديش وقت، أنا وقتي كله بيبقى مشغول بالنادي الأهلي وباسم النادي الأهلي وبفريق النادي الأهلي. أنا مشغول بنفسي، مش مشغول بحد تاني، هفضل دايما مشغول بنفسي، وعمري ما هحاول إن أنا أفكر أتشغل بأي حد تاني. اللي عايز يقول حاجة يقولها، اللي عايز يعمل حاجة يعملها. أنا عارف إن أنت أي حد بيتكلم بيبقى الغرض من الكلام إيه؟ الغرض من الكلام إن أنا أجيب اسم النادي الأهلي في أي شيء، أو أجيب اسم إسلام في أي شيء، ما عنديش مشكلة، قول اللي أنت عايزه وأنا مش هرد على حد غير في الوقت اللي أنا عايز أرد عليه. امتى الوقت انا اللي هختاره، مش حد تاني اللي هيختاره، انا اللي هختار امتى ارد على اي حد لما عاوز ارد، لو عاوزت ارد يعني. لكن انا في الغالب في بعض الامور بتعدي عليا كده هوا ما بشوفهاش قدامي خالص، كل اللي انا شايفه اللي هي دقه ساعه العمل، ساعه العمل بالنسبه لنا لغايه اخر الشهر وبعد كده هتدق ساعه العمل تاني يعني. لكن آخر الشهر ده أو خلال هذا الشهر عندنا مباريات مهمة جدا ومباريات صعبة جدا. مباراة بيراميدز انتهت، عندنا مباراة بكرة طلائع الجيش، وبعد كده مباراة النادي المصري، الزمالك، وبعد كده سان داونز. إن شاء الله ربنا يكرمنا ويطلع كل جمهور النادي الأهلي فرحان هذا الشهر. هو ده اللي يهمني، وهو ده اللي أنا بفكر فيه، وهو ده اللي أنا عايزه، مش اللي أنا عايزه، سياسة القناة كده، سياسة قناة النادي الأهلي كده، إن احنا نفضل ماشيين في الطريق اللي احنا بنرسمه والكل بيجري ورانا، الكل بيجري ورانا، احنا هنرسم الطريق وحضراتكم تفضلوا، ما عندناش مشكله بقى لغايه لما تلحقونا بقى يعني، ماشي لو حد لحقنا، لكن هي دي الطريقه اللي هنمشي بيها وهو ده الاسلوب. انا بالنسبه لي اي حد عايز يقول اي حاجه، اي حد عايز يتكلم، ما عنديش اي مشكله، زي ما قلت لحضراتكم هرد بالرد المناسب في الوقت اللي انا اختاره وباسلوبي، باسلوب النادي الاهلي، انا اسف مش اسلوبي، اسلوب النادي الاهلي، اسلوب الاحترام، اسلوب الادب، هو ده الاسلوب اللي احنا بنمشي بيه، وهو ده الاسلوب اللي هنفضل دايما ماشيين بيه. فاقول اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، انا ما عنديش مشكله، وحتى مش هفكر في هذا الموضوع مره اخرى. ولكن اللي يخليني افكر، او النهارده انا هعمل عنوان اسمه ضربات الجزاء الوهميه، هو ده العنوان اللي انا هعمله النهارده، ضربات الجزاء الوهمية. أنا حاجة وهمية، إزاي أدي الفريق المنافس ضربة جزاء وهمية برضه؟ كأن أنا لازم أعوض دي في دي، مش إن أنا أخطأت خطأ يبقى المفروض إن أنا ما أخطأش تاني، لا، أنا حسبت ضربة جزاء وهمية يبقى أنا برضه خليني أروح أحسب للفريق المنافس ضربة جزاء وهمية. والنهارده يوم الضربات الجزاء الوهمية بالمناسبة، في مباراة حرس الحدود والجونة برضه ضربتين جزاء، ماشي نقدر نتكلم فيهم. في ماتش الزمالك والاسماعيلي برضو ضربتي جزاء، يعني حاجه كده تضحك، يعني حاجه تضحك. انا مش عارف، هو من المفترض ان الحكم ده هو القاضي في الملعب، هو اللي من المفترض ان هو بيحسب اللي هو شايفه، بيحسب اللي هو شايفه، مش بيحسب وهم في الخيال او حاجه في دماغه وعايز يعملها. طب اخطات مره بتخطئ الثانيه، حاجة غريبة جدا. في المباراتين النهاردة وانت قاعد بتتفرج، أول حاجة بتحط عليها علامة استفهام ضربات الجزاء الوهمية اللي اتحسبت النهاردة في المباراتين. طيب
وبعدين وهنفضل كده لغايه امتى؟ وهنفضل نتكلم واحنا بنتكلم بمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام. هي ضربات جزاء وهميه؟ انا بستعير الكلمه دي من كل المحللين، انا قعدت سمعت كل المحللين اللي بيتكلموا على ضربات الجزاء النهارده، فقلت لا انا هعمل فقره اسمها فقره ضربات الجزاء الوهميه. ان انت لما تبقى حسبت ضربه جزاء خاطئه من وجهه نظر الكل، انا ما اعرفش الحكم، وانا الحكام بالنسبه لي انا عارف ان هو ما بيبقاش قاصد ان هو يحسب، طبعا انا ده بالنسبه لي هو الاساس، انا متاكد ان هو بيخطئ فقط، ما عنديش اي حسابات اخرى، يعني احنا مش حد تاني، احنا ما عندناش اي حسابات اخرى، ولكن اخطا في حسابه في ان هو يحسب ضرب الجزاء، فازاي بقى؟ لا ما ينفعش، لازم اعمل واحده تانية، لازم اعوضها، ما ينف... بدون قصد برضو طبعا، بدون قصد ان انا اعالج الخطا بخطا اكبر منه. هي دي المشكله، هي دي المشكلة، على حساب مين وليه؟ المفترض ان حكم المباراة، اي حكم في العالم هو قاضي المباراة دي، هو اللي بيحكم بالعدل ما بين الفريقين المتنافسين. لكن ان ضربات جزاء النهاردة تقعد تضحك وانت قاعد بتتفرج في المباراتين، حرس الحدود والجونة والزمالك والاسماعيلي، حاجة كده من عارفين بقى، بتفكرنا بايام زمان قوي في اوروبا لما كان الحكم يقوم جاي حاسب ضربة جزاء هنا ويقوم جاي لك ايه، طيب احسب ضربة جزاء هنا عشان تظبط الدنيا. فالحقيقة حاجات غريبة جدا الواحد بيشوفها، وانا مش عارف لامتى الاندية هتفضل تدفع ثمن اخطاء الحكام. انا بتكلم على الاندية كلها، ها الاندية كلها ماشي، فلامتى هتفضل الاندية كلها تدفع اخطاء التحكيم؟ ماليش دعوة بالاندية، هتكلم عن النادي الاهلي، هو النادي الاهلي هيفضل يدفع اخطاء التحكيم لغاية امتى؟ الامور يا جماعه، يا جماعه اقول ايه بس، ده الواحد من او من بعد ماتش بيراميدز الحقيقه، ولكن هي ثقافه، الثقافه يجب ان تكون موجوده عند المسؤول وعند اللاعب، عند المسؤول وعند اللاعب. بالمناسبه ناشئين النادي الاهلي، كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي عمل ايه؟ عشان القانون الجديد اللي نزل في ولاد من الصغيرين مش عارفينه، عمل ايه؟ ده في الناشئين مش في الفريق الاول كمان، خلي بالكم. كابتن فتحي جاب الكابتن سمير عثمان ومجموعه من الحكام الدوليين، عملوا محاضرات للولاد بالقانون الجديد. القانون الجديد اللي هو ايه؟ اللي هو معناه ايه القانون الجديد؟ القانون الجديد ده اللي هو فيه ان لو في كورتين في الملعب، لو في كورتين في الملعب واحده فيهم بتلعب بيها والثانيه لم تتداخل في سير اللقاء أو غير مؤثرة، فبالتالي ممكن تكمل اللعبة عادي. مش ذنبي حضرتك إن أنت مسؤول أو لاعب ومش فاهم. مش ذنبي حضرتك إن أنت لازم تبقى عارف القانون ده. بالمناسبة ممكن ما كنتش عارفه الموضوع، ولكن قريت عنه. في حاجة اسمها قراية عشان أفهم وعشان أستوعب. فأنا هتجن من يوميه، من يوم مباراة بيراميدز الناس سايبه الماتش وسايبه اللي عمله النادي الاهلي في الربع ساعه الاخيره وسايبين كل ده، بتكلم اقول لك الحكم واخطا وعمل ماشي اوكي، كل واحد يتكلم من وجهه نظره ما فيش مشكله. يعني انا ممكن النهارده اتكلم وانا بتكلم ايه بقول ايه، ان ضربات الجزاء الوهميه من وجهه نظري، من وجهه نظر كل الناس اللي انا سمعتهم، ليها يعني لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن ده قانون اللي انا بقوله ده حضراتكم مش لجمهور النادي الاهلي طبعا، ده لمن لا يشجع النادي الاهلي او بعض من لا يشجع النادي الاهلي. اللي انا بقوله لحضراتكم ده قانون، اقسم بالله العظيم ثلاثة قانون، والله العظيم ثلاثة قانون، مش كلامي ولا كلام كابتن ناصر عباس ولا كلام كابتن احمد الشناوي ولا كلام كابتن سمير عثمان ولا كلام، لا ده كلام القانون، الفيفا وهي بتعمل قانون كرة القدم غيرت القانون القديم وعملت قانون جديد. القانون الجديد ده ايه؟ القانون الجديد ده معلش يا جماعه اعذروني، معلش اعذروني، القانون الجديد ده ايه؟ ان لو في كورتين كره منهم مش مؤثره والكره الثانيه بتلعب بيها، يعني مفترض معلش انا لازم اشرح تفصيليا، طالما الكره الثانيه مش مؤثره العب وكمل اللعبه. ومش ذنبي حضرتك ان انت كلاعب في الملعب مش مركز، مش شايف ان لعيبه الاهلي هتلعب الكورنر عايزه تجيب جون وتكسب زي ما حصل في برشلونه وليفربول.
مباراه النهائي دوري ابطال اوروبا او قبل نهائي، قبل نهائي دوري ابطال اوروبا. مش ذنبي ان حضرتك مش مركز، والله ما ذنبي، والله ما ذنبي، لكن ان انت كمسؤول او كلاعب او حتى كمشجع الحقيقه، لكن المشجع خلينا كمسؤول او لاعب، المشجع مش لازم يقرا كل حاجه يعني، لكن انت حضرتك كمسؤول او كمدير رياضي في نادي او كمدير تنفيذي في نادي، ما تعرفش قوانين اللعبه اللي حضرتك بتنافس فيها؟ ولا هو مجرد ان انت عايز تدخل اسم النادي الاهلي في اي حاجه؟ اي حاجه، اسم النادي الاهلي حضرتك عايز تدخله في اي حاجه. فبالتالي يا جماعه اقروا، انا في حاجات من الواحد ما بيبقاش عارفها، انا مش بدعي ان انا يعني الله يرحمه نجيب محفوظ يعني، لا، لكن لو في حاجه انا مش فاهمها يا اما بروح لحد من الناس اللي ليها المتخصصه في هذا الموضوع، او بفتح على جوجل ماب، جوجل ماب قال معلش، اصل مصر كلها عايشه على جوجل ماب، او تفتح تشوف السيرش، تعمل سيرش على الموضوع اللي انت عايزه. ما بقتش صعبه يعني، الموضوع بسيط، وانا قاعد كده وساند، وممكن وانا في السرير افتح اشوف كده اقول ايه قانون كره القدم، الماده كذا بتقول ايه، بتعمل ايه، ملوش اي لازمه الجدل الكتير والكبير واللي حاصل. بالمناسبه لو كانت حاجه خاطئه، وبالمناسبه قناه النادي الاهلي وداخل قناه النادي الاهلي عندما تكون هناك لعبه مشكوك فيها، طيب خليني اقول لحضراتكم حاجه، ومش من المفترض ان انا اقول كده، لكن في يوم من الايام احد الكباتن اللي كانوا مسؤولين موجودين معانا هنا وبيتكلموا عن او بيحللوا خبراء من الخبراء في التحكيم، كان موجود معانا هنا وبيحلل، فقال لي يا اسلام في فاول. قلت له اوكي، قول اللي انت عايزه. قال لي اقول اللي انا عايزه؟ قلت له هو حد عمره جه قال لك ما تقولش اللي انت عايزه؟ قول اللي انت عايزه. ضد الاهلي مع الاهلي، انا هشوف وجهه نظري ايه وهقولها وهنتناقش، واللي هيوصل للجمهور هو ده الصح ولا كلامي، لكن لو قانون خلاص مش هنقدر نتكلم فيه. تخيلوا حضراتكم ان ده بيحصل جوه النادي الاهلي، جوه قناه النادي الاهلي. يا جماعه اللي عايز يقول حاجه بيطلع يقولها بالمناسبه، ولكن احنا بندافع على نادينا، بندافع على فريقنا، بنقف ورا فريقنا، بنقف ورا جمهورنا، بنقف ورا مجلس ادارتنا، ده طبيعي جدا، احنا اسمنا قناه النادي الاهلي بالمناسبه مش قناه تانية يعني. لكن هل حضراتكم بتشوفوا ان احنا بنذكر مثلا واحنا بنتكلم بنذكر انديه اخرى؟ لكن في ناس عايشه على اسم النادي الاهلي وعلى اللي بيعمله النادي الاهلي وعلى اللي بيقولوا النادي الاهلي وعلى اللي بيقولوا مذيعين النادي الاهلي وعلى اللي بيتكلموا في اي مواضيع في قناه النادي الاهلي. اوكي انت حر، عيش اعمل زي ما انت عايز، ولكن انا قناه النادي الاهلي، او خليني اتكلم باسم برنامجي، انا هفضل زي ما انا، ماليش علاقه باي حاجه، انا هتكلم في اللي انا شايفه، وهتكلم في مسانده النادي الاهلي، وهتكلم في وقفتنا مع الجمهور، او وقفه الجمهور دايما اللي بتبقى معانا واللي بتخلينا دايما نطلع نتكلم بمنتهى الثقه، ما عندناش اي مشكله. اللي احنا شايفينه بنقوله، اللي احنا شايفينه بنقوله، ما عندناش اي مشكله في اي حاجه اطلاقا. فبرضه الحاجات من ضمن الحاجات اللي الواحد زعلان بجد عليها، يا جماعه المسؤول يجب ان تكون عنده ثقافه، مسؤول اي نادي يعني لازم تكون عنده ثقافه في اي لعبه بقى، انا بتكلم بشكل عام، في اي لعبه لازم كمسؤول تبقى عندك قانون اللعبه اللي حضرتك بتنافس فيها، سله، طايره، كوره، كره قدم يعني، هاندبول، اي حاجه لازم تقرا القانون اللي انت بتعمله. وفي حاجات الواحد بيشوفها بصراحه برضو عشان ابقى صريح النهارده، انا مع حضراتكم صريح جدا، في حاجات الواحد ما بيبقاش واخد باله منها، لكن لما بتحصل حاجه بجري بسرعه اروح اقرا الكلام، انا طول النهار قاعد بقرا، بنشوف الموضوع فيه ايه، بنقرا بنشوف الموضوع ده اللي احنا هنتكلم فيه هنتكلم عن ايه، هنقرا او هنشوف ايه، لان انا الكلام اللي انا بطلعه بالنسبه لي هو مسؤوليه وامانه، مسؤوليه وامانه. انا عارف ان انا داخل قناة النادي الأهلي بيتفرج عليها ملايين، فلازم الكلمة اللي طالعة تبقى مظبوطة، براعي ضميري فيها. ف
يا جماعه نقرا، الموضوع بسيط، كورتين، كره غير مؤثره، جون صحيح، هدف صحيح، مش ذنبي ان حضرتك مش مركز بمنتهى البساطه. هو الموضوع خلص في كلمتين بمنتهى البساطه. انا بس فتحت الموضوع ده لان لسه في ناس بتفتح الموضوع لغايه دلوقتي. تخيلوا حضراتكم سايبين كل حاجه، والناس سايبه كل حاجه وبتفتح في الموضوع ده لغايه دلوقتي، وما كانوش اطراف في المباراه، يعني طرفي المباراه هو نادي الاهلي ونادي بيراميدز. فلما المسؤولين في نادي بيراميدز او حد يطلع يتكلم في اي حاجه، بنحاول، لان احنا بنحاول نفهم الناس ونقول للناس يا جماعه، والنادي الاهلي دايما هو الكبير وهو اللي دايما بيحاول يبقى. لما جيت اتكلم دلوقتي قلت لكم فقره ضربات الجزاء الوهميه النهارده مش في مباراه، في المباراتين. مش عايزين ده يحصل لكل الانديه، مش للنادي الاهلي، والنادي الاهلي طبعا. لكن حضرتك باي حد تلاقيه بيلف يلف يلف يلف، وبعدين يقول لك اصل الاهلي وبيراميدز الهدف الثاني. انت لسه بتتكلم عن الهدف الثاني؟ هو حضرتك لسه بتتكلم عن الهدف الثاني؟ اي حد هو انت لسه بتتكلم عن الهدف الثاني؟ الماتش خلص وانتهى وخدنا الثلاث نقط. الماتش خلص وانتهى والنادي الاهلي خد الثلاث نقط خلاص. ف حاجة يعني أتمنى إن المواضيع دي تنتهي، وكل الناس تبتدي بقى خلال الفترة اللي جاية. عندنا ماتش بكرة مهم جدا 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 جدا، أنا شايفه واحد من أهم الماتشات هذا الشهر. مباراة طلائع الجيش واحدة من أهم المباريات اللي هتلعبها هذا الشهر. مباراة طلائع الجيش، مباراة المصري، السوبر ضد نادي الزمالك، السوبر، مباراة الدوري إن شاء الله يوم 24، وبعد كده مباراة سان داونز. واحدة 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 إن شاء الله ربنا هيكرمنا، ونفضل دايما في ظهر بعض، دايما نفضل واقفين ورا فرقتنا مهما يحصل، دايما نفضل واقفين ورا فرقتنا. عندنا هدف في النهاية، عندنا هدف في النهاية، سواء في الدوري العام المصري أو في كاس مصر أو في السوبر المحلي، إن شاء الله في البطولة الأفريقية، وإن شاء الله في السوبر الأفريقي. هو ده الهدف، هو ده اللي انا اتعلمته، هو ده اللي انا عايش فيه داخل النادي الاهلي. البطوله بتخلص بقفل وبخش على اللي بعده، مباراه بتخلص بتنتهي بخش في اللي بعديها وبفكر في اللي بعديها. مباراه بيراميدز لها حسابات خاصه ولها امور خاصه، انتهت خلاص. لعيبه النادي الاهلي بتفكر في ماتش بكره بالمناسبه يعني، وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله. خدوا بال حضراتكم، انت لما بتكسب 6-7 ماتشات ورا بعض بتحس ان الدنيا كلها قايمه، فما بالك 13 ماتش؟ برضو الغيره هتبتدي تطلع. هو ايه، هو الاهلي بيكسب 13 ماتش ليه؟ الاهلي كسبان 13 ماتش، في ارقام جديده هتيجي في جدول الضرب لو فاكرين. فالامور كلها معرفش، بحس كده يا جماعه خلينا نتكلم فنيا، ونتكلم هو ليه النادي الاهلي، نتعلم من النادي الاهلي، نشوف النادي الاهلي بيعمل ايه ونعمل زي. طالما النجاح ده كويس كده والحمد لله الناس كلها مبسوطه، مش كل الناس طبعا، هو لو قلت كل او معظم الجمهور المصري، لان معظم الجمهور المصري اهلاوي، فهقول ان معظم الجمهور المصري مبسوط. اه طبعا، لكن هناك بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما يقول لك ايه، حاسدينك، غيرانين، مش فاهم. هي كرة القدم كده، ابذل مجهود جوه الملعب هتكسب، ربنا هيديك من اي حته. كرة بتترفع تخبط في حد تخش جول، مباراة حرس الحدود مثل قدام حضراتكم، عمرو السولية بيشوط كده خبطت في واحد ودخل الجول. هو ليه ربنا عمل كده؟ اكيد عشان الناس دي مجتهدة، والناس دي ليها نصيب، والناس دي بتتعب، واللعيبة دي من افريقيا لهنا لهنا، من معسكر ده للمعسكر ده للمعسكر ده، وراهم مجلس ادارة بيشوفهم بيعملوا ايه وعايز يخليهم يعملوا احسن حاجة، بيجيب لهم افضل حاجة، بيغير لهم اوض لبس، بيحاول يغير لهم، يعمل لهم الجو المناسب كل حاجة بتحاول تتعمل بشكل مناسب. في النهاية ده توفيق ربنا، ربنا لو مش عايز خلاص. اما البلاس 90 دي كده بالهوا؟ لا، مش بالكلام، لغايه ما الحكم يصفر نهايه المباراه. دايما جمهور النادي الاهلي كده. مباراه بيراميدز
لو عملت استفتاء دلوقتي هنا على الصفحه مثلا وقلت يا جماعه كم واحد اهلاوي كان يتوقع ان النادي الاهلي يكسب بيراميدز في الدقائق الاخيره؟ هتلاقي 100%، بلاش 100%، 95%. 95% من الاهلاويه كانوا قاعدين حاطين، مش حاطين في بطنهم بطيخه صيفي، قلقانين وكل حاجه، ولكن عندنا الامل ان احنا هنكسب. هنكسب وهنجيب جون. هو ده اسلوب النادي الاهلي وهذه طريقه النادي الاهلي، هو ده جمهور النادي الاهلي بالمناسبه. لو اعمل الاستفتاء دلوقتي هتلاقي طق ضرب لفوق كده. فجماعه قللوا بس شويه المواضيع دي، لانه طبعا ده الكلام ده لبعض من لا يشجع النادي الاهلي. من فضلكم شيلوا السواد، شيلوا الغيره، شيلوا الحسد، شيلوا الكلام ده. ويعني لو تاخدوا نصيحتي، مع ان ماليش علاقه، لكن هقول لكم اللي بيحصل جوه النادي الاهلي، مع انها اسرار والله، بس هقول اللي بيحصل جوه النادي الاهلي. اتعب اجتهد هتكسب، اتعب اجتهد ربنا هيوفقك. حاول تعمل كده هتلاقي نفسك وصلت. انا مش بكلم، انا بكلم كل اللي بيتكلم على النادي الاهلي بهذا الشكل وبهذه الطريقه. ف موضوع مهم وموضوع لسه مثار، يعني الماتش خلصان بقاله يومين، وماتشات تانية اتلعبت امبارح، وماتشات تانية اتلعبت النهاردة، والناس ما عندهاش كلمة غير الجول التاني بتاع ماتش الأهلي. ناس معينة طبعا حضراتكم عارفينهم كويس. الحقيقة برضو كلام كتير جدا عن أليو ديانج. أليو ديانج واحد من اللعيبة اللي عامل شغل رائع خلال الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي. هل أليو ديانج كده وصل للتوب فورم بتاعته أو وصل لأقصى مرحلة ليه؟ أنا بشوف إن هو عنده أفضل من كده كمان. مش كلامي ولكن كلام مسؤولين، يعني ما تيجي تتكلم مع حد يقولك لا ده هو عنده أفضل من كده بكتير. عنده أفضل من كده بكتير. فالحقيقة أليو ديانج واحد من أهم وأفضل اللاعبين خلال هذه الفترة في النادي الأهلي، وزيه زي بقية اللاعبين. الحقيقة احنا بنحاول دايما كل فترة كده أو في خلال كل أسبوع نلقي الضوء على واحد من اللاعبين اللي متواجدين معانا وبيبذل مجهود كبير واسمه بيبرز خلال هذه الفترة. وبالتالي أليو ديانج هايل، ماشي بشكل جيد جدا، بيهاجم كويس، بيدافع كويس، الحمد لله الأمور معاه ماشيه بشكل رائع. بس خلي بالكوا بقى، خلي بالكوا بقى، اللي جاب الجون ده أليو بادجي مش أليو ديانج. ماليش دعوه بقى حد هيقول لي اصله شايط كده. هو الكره دي بص وهو شايطها كان المهدي سليمان راح يمسكها، فجت في أليو بادجي غيرت اتجاهها دخل الجون، وبالتالي أليو بادجي هو اللي جاب الجون ده. بالنسبه لي أليو ديانج هو اللي جاب الجون الثاني، لكن أليو بادجي هو اللي جاب الجون الاول للنادي الاهلي، وان شاء الله تبقى فتحه خير لأليو بادجي. أو النبي بلاش تجيب لنا الجون ده سمير الا كل شويه. الجون ده والله، الجون ده يا جماعه بيتعب ناس كتير قوي، معرفش ليه. طب خلينا كده نتفرج على لقطه الباسكت، يمكن الناس تهدى شويه. هات لنا يا عم لقطه الباسكت بعد ما جاب الجون وعمل وبتاع، وفي الاخر ما هو هيعمل ايه؟ اهو هو بيقول لهم هاتوا لي كوره وباسكت وجون بثلاثه. بثلاثة جون بثلاثة. فيعني اجتهد اتعب، اجتهد اتعب، هتجيب ثلاثيات زي دي. مش هتحصل للنادي الاهلي، لكن اي حد اي نادي يعني مش هيحصل للنادي الاهلي، ولكن اجتهد واتعب، عندك اصرار، عندك عزيمه ان انت تكسب، عندك عايز كده. هو ده النادي الاهلي، والفرق واضح وكبير جدا ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني. خلينا نطلع نشوف تقرير عن أليو ديانج ونرجع نكمل مع حضراتكم.
خطف المالية المتألق أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قلوب وعقول جماهير القلعة الحمراء ليحفر اسمه داخل وجدانهم بأحرف من الذهب في ظل مواصلة تألقه مع المارد الأحمر منذ قدومه ليصبح اللاعب المالي بمثابة الأسطى الجديد في وسط فريق القلعة الحمراء. وصل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق تألقه في استخلاص الكرات وتأمين منطقة وسط المارد الأحمر حيث يعد ديانج أكثر اللاعبين استخلاصا للكرات في المباريات فضلا عن مهارته القوية في الدفاع فإنه أيضا يجيد تسجيل الأهداف كما أنه يصنع الفارق مع الفريق الكروي في خط الهجوم. نجح المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي في كسب ثقة الجماهير الحمراء مبكرا وذلك في أول ظهور له كأساسي مع المارد الأحمر خلال مشاركته أمام كانو سبورت الغيني في إياب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا سبتمبر الماضي في اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف من دون رد للمارد الأحمر على ملعب برج العرب. تألق ديانج في اللقاء وسجل الهدف الأول لفريقه في مرمى الفريق الغيني ليقنع سويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق بإمكاناته الهجومية في خط وسط الملعب. يبدو أن ديانج استغل الفرصة التي منحت له من المدرب السويسري الاستغلال الأمثل لتقديم أفضل ما لديه حيث جاء تفكير فايلر في الاعتماد على ديانج بسبب الإصابات التي تضرب صفوف الأحمر وتحديدا في منطقة خط الوسط حيث تم الاعتماد عليه في المباريات المحلية والإفريقية. كما أن ديانج أقنع فايلر بإمكاناته خلال التدريبات خاصة أن المدرب السويسري يعتمد في رؤيته الفنية على الميران بشكل كبير لا سيما أن ديانج نجح في كسب ثقة زملائه والجهاز الفني وكذلك الجماهير بعد المباراة الرائعة التي قدمها أمام بيراميدز في الجولة الماضية من الدوري التي شهدت تألقا غير عادي من جانب اللاعب على مستوى الدفاع والهجوم بعدما سجل هدف الفوز الثاني في الرمق الأخير من المباراة وكانت له اليد العليا في الهدف الأول للنادي الأهلي. فاكرين لما من كام يوم أو بداية الأسبوع اللي فات قال لك بعد مباراة الهلال السوداني قال لك فايلر يا جماعة طبعا بعض من لا يشجع نادي الأهلي قال لك إيه؟ قال لك يا جماعة فايلر جمد كهربا. طب جمد كهربا إزاي يا جماعة؟ يعني هيعيش من غير كهربا يعني هيقعد في بيته؟ قال لك لا جمد محمود كهربا وقال لك مش هيلعب زي قفشة لو تفتكروا برضو. حصل إيه الأسبوع المباراة اللي فاتت؟ أنا قلت لكم أنا في النهاية يهمني ان هو هل موجود في في القائمه الرئيسيه ولا مش في القائمه اللي هتسافر. كان موجود في القائمه اللي هتسافر، كان موجود في القائمه على دكه البدلاء، نزل الملعب متجمد، اصله متجمد محطوط في الفريزر. مش كده يعني بجد. انا ساعات كتيره جدا بقعد اقول يا جماعه هو اللي بيتكلم بهذا الشكل واللي بيقول هذا الخبر بيقولوا عن ايه؟ ما هو لازم عن لازم يبقى فيه عن حد او عن دماغه او عن اوهامه. فقال لك اصل كهربا بعد مباراه الهلال دخل مش عارف عمل ايه واتخانق ازاي وعمل ازاي. يا جماعه والله ما بيحصل عندنا الكلام ده. ممكن تبقى في شده مش مع كهربا، انا بتكلم في كره القدم، حياه كره القدم. عادي جدا الواحد ممكن يبقى مشدود بعد ماتش خسران متعادل بتاع، لكن انت كنت كسبان ووصلت او تعادلت يعني ووصلت لدور الثمانيه، هيخش يتخانق ليه؟ فبلاش كل ده، كل اللي انا بقوله ده يا جماعه لا حصل وكذب، كل اللي انا بقوله ده كذب، لكن الراجل حطه في ال 18 وحطه على دكه البدلاء ونزله الماتش اللي فات، ويا عالم ممكن نلاقيه بكره بيبدا. وهو اللي ساهم في الجون الثاني. الكره اللي طلعت ما بين كورنر وضرب الجزاء و الموضوع الجون الثاني اللي مضايق الناس كلها. هو انا بقى كده فهمت القصه وبيتكلموا على كهربا برضو بما ان كهربا هو اللي عامل القصه فقال لك يعني. فانا برضو خدوا بال حضراتكم الفتره دي لا تحتاج الى ان انت تقف ورا فريقك باي شكل. تقف ورا فريقك وانت فخور بيه وانت سعيد بيه وانت سعيد باداء فرقتك. ممكن تكون الناس بس متضايقه شويه او زعلانه شويه من مباراه بيراميدز في الشوط الاول ونص الشوط الثاني، ولكن بص على الجانب الحلو، الجانب الجميل. الجانب الجميل ده ان لما الاهلي بيبتدي يبقى لعبته عايزه تكسب بتكسب وده يطمنك للقادم.
ده يطمنك للقادم. خدوا بال حضراتكم دي من المباريات تقريبا او مش تقريبا يمكن من اول مباراه النادي الاهلي يتاخر ويرجع النادي الاهلي ويفوز فيها في الدوري اللي احنا موجودين فيه ده. وبالتالي دايما لما نيجي نبص احنا كاهلاويه بقى لما تيجي تبص تبص على النص المليان، لانه الفريق اليومين دول محتاج مسانده، محتاج ان احنا نقف ورا كل لاعب في الفريق كلهم. ويا جماعه لما باجي اتكلم مع حضراتكم بقول لكم الحقيقه، ال 30 لاعب اللي مقيدين مش عايز اقول لحضراتكم ان هم مموتين نفسهم علشان الشهر ده يعدي، يعدي على خير، يعدي على خير. فخلينا نقف ورا فرقتنا، فرقتنا محتاجه كل مسانده، كل مؤازره، كل مشجع يبقى متواجد ان شاء الله. اعتقد ما فيش غير مباراه سان داونز بس، لا ليه في مباراه السوبر كمان ان شاء الله في الامارات. انا قريت تقارير على في الجول امبارح ان نفاذ معظم تذاكر جمهور النادي الاهلي او كلها امبارح او اول امبارح. ماشي يعني ده بالنسبه لي، في ناس بتبقى فرحانه قوي بالاخبار دي بعد ما لا يشجع الاهلي، يعني بيبقوا فرحانين قوي يقول لك نفاذ. هو طبعا لم ينفذ في نادي الزمالك، ولكن انا بتكلم هنا عن النادي الاهلي. النادي الاهلي انا ما بقاش لان ده الطبيعي بتاع جمهور النادي الاهلي ان هو اول في اي مكان، امارات، سعوديه، امريكا لو في، لو ينفع في امريكا، لو ينفع في البرازيل اخر الدنيا برضو، لو ينفع في اليابان لان اليابان والصين والحاجات دي اليومين دول لا، يبقى اي حته في اي اخر مكان في العالم هتلاقي جمهور النادي الاهلي. نزل بس انت تذاكر وانت تشوف. فهو ده اللي احنا عايزينه. متاكد ان في مباراه السوبر ده هتبقى ال 20,000 متفرج اللي متواجدين الساعه الرسميه لجمهور النادي الاهلي في هذه المباراه، انا متاكد ان ال 20,000 اللي متواجدين هيشجعوا الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه، وهيكون لهم سبب ان شاء الله، ان شاء الله سبب رئيسي وكبير في ان النادي الاهلي يكسب هذه البطوله. نتمنى طبعا كره القدم تكسب، تتعادل، تخسر، انتوا عارفين النتائج. فان شاء الله ربنا يكرمنا في المسانده خلال الفتره اللي جايه. المسانده واجبه لكل لعيبه النادي الاهلي، للمصابين، للي موجودين، للي بيلعبوا، للي مش هيلعبوا، للجهاز الفني، كل حاجه. احنا انا مش بقول نصايح، ولكن لما الواحد كان في الملعب كنت بستنى اليوم او مباراه زي دي، مباراه زي مثلا المباراه اللي فيها جمهور. احنا ايامنا احنا كان كلها دايما موجود جمهور، ولكن الايام دي تبقى المباريات الجماهيريه دي حاجه، وخصوصا انت هتلعب الزمالك فريق كبير ومن الانديه لما بتكسبها بتبقى في لذه انتصار مختلفه غير كده وكده بقى بطوله في مباراه السوبر. بعد كده تبتدي بقى تفكر في المباريات اللي بعد كده، تفكر في مباريات سان داونز، تفكر في مباريات سان داونز الاياب والذهاب، الذهاب والاياب. فالموضوع خلال هذا الاسبوع او خلال هذا الشهر هو اسبوع او شهر كبير وطويل، وانا متاكد يعني وعندي تفاؤل كبير. انا قلت لحضراتكم الكلام ده قبل مباراه بيراميدز، عندي تفاؤل كبير جدا بان جمهور النادي الاهلي هيبقى له دور كالعاده الحقيقه، دور المؤازرة والمساندة وان انت تقف ورا فريقك لغاية اخر دقيقة. برضو النهاردة ظهرت على السطح ان هناك مشكلة في مباراة السوبر المحلي ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك بطل الدوري وبطل الكأس. النهاردة اتقال في كلام كتير جدا ان مباراة السوبر مهددة بالالغاء من لان هناك اختلافات على حقوق الرعايه وحقوق التسويق وكذا وكذا وكذا. الحقيقه يعني حاولنا نعرف الموضوع، ولكن في النهايه النادي الاهلي ليس له علاقه بهذا الموضوع. النادي الاهلي حتى هذه اللحظه المباراه هتتلعب، ودي معلومه شخصيه ماليش اي علاقه باي حد يعني، لكن هي معلومه انا متخيل ان 99% الماتش هتلعب عادي يعني، ما هو الا مجرد ده بياخد من ده حاجه وده بيزق في ده حاجه، فالامور هتمشي في هذا الاتجاه. ولكن بنسبه كبيره جدا المباراه ان شاء الله هتتلعب في ميعادها يوم 20، مش بنسبه كبيره، ان لم يكن 90 95 99% ان شاء الله. وهنؤكد لحضراتكم خلال الايام القادمه على هذا الموضوع، لان هي بعض الامور التسويقيه الخاصه بالتسويق ومين هيذيع الماتش ومين مش هيذيعه، حاجات كده تخص الشركات الراعيه. وان شاء الله اعتقد الامور دي بتبقى فيها يعني بيوصلوا لحل وبيوصلوا لاتفاق
في المنتصف ما بين هنا وما بين هنا، علشان كل الجمهور المصري اللي بيتفرج او كل العرب الحقيقه او كل الافارقه اللي هيتفرجوا على هذه المباراه يكونوا مستمتعين. وبالمناسبه في قناه النادي الاهلي خلال الاسبوع ما قبل هذه المباراه هتلاقوا مفاجآت كثيره جدا جدا معانا هنا في ملعب الاهلي، هنعمل لحضراتكم مفاجآت كثيره جدا، وان شاء الله يوم المباراه هنعمل لحضراتكم مفاجآت كثيره جدا تليق باسم جمهور النادي الاهلي، لانه على قد ما نقدر وعلى قد الحقوق اللي معانا هنحاول نكسر لكم الدنيا ان شاء الله خلال الفتره القادمه، ودايما نحاول نخلي حضراتكم معانا، هو ده اللي نملكه، هو ده اللي نقدر نعمله، لانه انتوا سندنا وانتوا ظهرنا، فهنحاول برضو نعمل لحضراتكم ونخليكم معانا. وعندنا بقى مفاجآت مع ولقاءات مع بعض النجوم الكبار اللي هيكونوا خلال الفترة اللي جاية لهم رأيهم في هذه المباراة خلال الفترة القادمة. فيعني استنوا الأسبوع اللي قبل المباراة إن شاء الله، بعد مباراة النادي المصري، مباراة النادي الطلائع بكرة، وبعد كده إن شاء الله مباراة النادي المصري يوم الجمعة. الأسبوع بقى اللي بعد مباراة الجمعة ده مباراة السوبر هتبقى يوم 20 اللي هو يوم الخميس. الأسبوع ده إن شاء الله هنعمل مفاجآت كثيرة جدا إن شاء الله داخل قناة النادي الأهلي، علشان كل جمهور النادي الأهلي يقعد يتفرج علينا، وساعة المباراة بس هو اللي ممكن يسيبنا ويرجع لنا مرة تانية. وليد سليمان بيحتل المركز العاشر في قائمة اللاعبين المصريين في البطولات الإفريقية. وليد سليمان الحقيقة برضه ولا بلاش، وليد سليمان هو خاتم سليمان النادي الاهلي الحقيقه، واحد من اللاعبين الكبار اللي متواجدين في النادي الاهلي، له دور المؤثر والايجابي دائما مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره، سواء بيلعب بشكل اساسي، بيلعب موجود على البدلاء، بتلاقيه بينزل يغير شكل المباراه، بيبقى موجود. الحقيقه وليد له دور كمان ككابتن للفريق بجوار طبعا حسام عاشور وشريف اكرامي، الثلاثه دول وكابتن احمد فتحي، طبعا الثلاثه دول لهم دور كبير جدا، او الاربعه دول لهم دور كبير جدا، خصوصا خلال هذه الايام، خلال هذه الايام، الايام اللي احنا موجودين فيها دي، دور اللاعبين الكبار بجانب ما يتم وضعه من تكتيك او خطط فنيه بيكون مهم جدا من قبل الجهاز الفني بجانب اللاعبين الكبار. اعتقد الامور الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله تعدي على خير خلال الفتره القادمة. وليد سليمان بيحتل المركز العاشر في قائمة اللاعبين المصريين لعبوا في دوري أبطال إفريقيا. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعد وليد سليمان أحد فرسان الرهان للنادي الأهلي في الفترات العصيبة، هو المنقذ والمخلص والموهوب والهداف، وفوق كل ذلك إمكاناته الفنية المذهلة التي يتمتع بها ويتميز بها، مما جعلته منصبا حاويا على قلوب وعشاق المارد الأحمر. إنه عاشق ومحب الفانيلا الحمراء، بجانب أهدافه الحاسمة وخبراته المتراكمة وقدرته على تحويل كفة المباريات لصالح الأهلي، هو لا يتوقف عن كتابة التاريخ، حيث أنه بانتهاء فعاليات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية، حقق وليد سليمان لاعب الأهلي رقما جديدا يضاف لسجلاته بتاريخ ساحرة المستديرة. انضم وليد سليمان نجم الأهلي المخضرم إلى قائمة أكثر 10 مصريين مشاركة بالبطولات الإفريقية بعد نزوله بديلا لمحمد مجدي أفشة في الشوط الثاني لمباراة فريقه أمام الهلال السوداني بملعب الأخير بأم درمان، وذلك ضمن المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا التي انتهت بتأهل الأهلي بعد التعادل بهدف لهدف مع الهلال. شارك وليد سليمان للمرة رقم 85 بقميص الأهلي في البطولات الإفريقية، ورقم 88 بقميصي الأهلي وبتروجيت، ليصل للمركز العاشر بين اللاعبين المصريين الأكثر مشاركة في البطولات الإفريقية للأندية. تضم تلكم القائمة العديد من نجوم الأهلي، يتصدرهم حسام عاشور الذي لعب 156 مباراة، أحمد فتحي الذي خاض 124 مباراة، منهم 24 مباراة مع الإسماعيلي، 100 مباراة مع الأهلي، وائل جمعة الذي لعب 114 مباراة، شادي محمد الذي خاض 100 مباراة، منهم 94 مباراة مع الأهلي وست مباريات مع الإسماعيلي، سيد معوض الذي خاض 97 مباراة، منهم 42 مباراة مع الإسماعيلي، 55 مباراة مع الأهلي،
عماد متعب الذي شارك في 93 مباراة بقميص الأهلي، محمد أبو تريكة الذي مثل الأهلي في 90 مباراة إفريقية. يعد وليد سليمان أحد عناصر الخبرة في صفوف الأهلي، يتمتع بروح عالية ومهارة فائقة جعلته دائما أحد الأوراق الهامة والرابحة لكل مدرب الأهلي على مدار السنوات الماضية. الجدير بالذكر أن وليد سليمان لا يتوقف عن كتابة تاريخ جديد له بالفانيلة الحمراء بعدما سبق ووصل للهدف رقم 19 إفريقيا مع الأهلي في قائمة يتصدرها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ب37 هدف. طيب ده كان وليد سليمان. انا بس اخيرا يعني قبل ما استقبل ضيوفي الكبار اللي هيكونوا متواجدين معايا النهارده، عايز اقول لحضراتكم ومعلش انا لازم اكرر هذا الموضوع، هذا الشهر هو شهر صعب وفارق كالعاده، وعلى فكره بدايه الشهر الجاي هنقول لكم برضو كده، هنقول لكم يا جماعه خلي بالكم الشهر اللي جاي شهر صعب وفارق فعلا، لانه دائما النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي دايما بتبقى محطوطه تحت ضغوط. لما الواحد كان بيلعب كان احلى حاجه في الدنيا، احلى حاجه في الدنيا لما الاقي واحد من جمهور النادي الاهلي او مشجع من جمهور النادي الاهلي يقابلني في الشارع، احنا بنحبكم يا كابتن وعارفين ان انتوا، بيقول لي كده او بيقول لاي حد من اللاعبين، احنا بنحبكم وعارفين قد ايه انتوا بتبذلوا مجهود عشان خاطر النادي الاهلي واحنا وراكم وفي ظهركم. ما تتخيلوش حضراتكم حاجه زي دي او كلمه زي دي كانت بتخليني من جوايا انا عامل ازاي، انا او غيري من الجمهور. يعني كان مثلا واحنا قاعدين تلاقي ابو تريكه جاي يقول لك وانا بصلي، هو كان دايما يقول لنا كده ويقول لك وانا بصلي الفجر الاقي الراجل اللي جنبي بيدعي ويقول لي كده ويقول لابو تريكه كده، يقول له يا رب يا كابتن ان شاء الله تكسبه الماتش اللي جاي. بيقول لي قد ايه الناس بتبقى مبسوطه وفرحانه، قد ايه الناس بتبقى سعيده بمكسب النادي الاهلي، قد ايه الناس بتبقى عايزه مكسب النادي الاهلي، ولكن في نفس الوقت قد ايه بقى احنا كلاعبين او هم بقى اللي موجودين دلوقتي في الملعب كلاعبين بينتظروا رضا حضراتكم عليهم، رضا جمهور النادي الاهلي على لعيبته وعلى جهازه الفني. مهم جدا 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 خلال هذه الفتره ان احنا نبين قد ايه احنا واقفين في ظهر النادي. سيبكم من اي كلام تاني بيتقال، صدقوني ما تردوش، ما حدش، احنا مش محتاجين نرد على حد، مش محتاجين نرد على حد، بلاش اكمل الباقي، احنا مش محتاجين نرد على حد، صدقوني حضرتك مش محتاج. الفرق كبير قوي وواضح قوي، فحضرتك مش محتاج ترد على حد، احنا محتاجين ان احنا نساند فريقنا، نقف مع فريقنا. الفتره الجايه بكره ماتش، في ناس تقول لي ايه وانا شرحتها وقلتها لحضراتكم كذا مره، الف مبروك يا كابتن خدتوا الدوري. يا جماعه الكلمه دي صدقوني ما هي الا زي مدرب سان داونز كده، تنويم مغناطيسي برضه، كله عايز ينيمك بحيث ايه تتعادل، لا قدر الله تتغلب، لا قدر الله تتغلب، تلاقي نفسك النقط بتتسرسب منك وانت تقول لا 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 لسه بدري، اصل ده الفرق كبير. لا الفرق مش كبير ولا حاجه، الفرق مش كبير ولا حاجه، لسه بدري. كذا حد يقول لي ايه اصل مباراه طلائع الجيش دي يعني ربنا يسهل وخش بس على المصري وبعد المصري يعني لا يا جماعه مباراه صعبه، مباراه مهمه، فريق طلائع الجيش مع كابتن عبد الحميد بسيوني عاملين شغل كويس جدا في المباراة الأخيرة أمام اف سي مصر أو نادي مصر. وخلي بال حضراتكم بقى دي المباراة دي تحديدا بثلاث نقط، زيها زي الأهلي، زي مباريات الزمالك، زي مباريات الإسماعيلي، زي مباريات المصري، زي مباريات لما بتلاعب الفرق دي يعني. فهتاخد الثلاث نقط، مهم جدا إن أنت تاخد ثلاث نقط بكرة، ومهم جدا إن أنت بأي طريقة بأي طريقة الثلاث نقط بكرة بالنسبة لنا مهمين جدا جدا جدا. مباراة صعبة، هتلاقي فريق بيعرف يقف ويدافع ازاي وعنده لعيبة كريم طارق ومجموعة اللاعبين اللي متواجدين في الناحية الأمامية، هنتكلم عن المواضيع دي أكتر بكرة إن شاء الله، بيعرفوا يوصلوا، بيعرفوا يجيبوا جوال. فمباراة صعبة مش مباراة سهلة، لأن كله بيقول لي بس خلينا نخش على المصري وبعد المصري بقى نبتدي نحضر، لا طلائع الجيش مباراة صعبة. أنا قلقان جدا من مباراة طلائع الجيش ومن بعدها مباراة المصري، الباقي نبقى نبتدي نفكر فيه بعد كده. فخلينا نفكر في مباراة طلائع الجيش وبعد كده إن شاء الله نفكر في مباراة النادي المصري بعد نهاية مباراة طلائع الجيش.
كل المباريات هناخدها واحده واحده، كل المباريات طلائع الجيش هتخلص هنبتدي نعدي طلائع الجيش، وبعد كده نخش على المصري، نفكر في المصري، نخلص المصري نخش على الزمالك في السوبر، نخلص الزمالك في السوبر نخش على الزمالك في الدوري، خلص الزمالك في الدوري تبتدي تفكر في مباراه سان داونز. حضرتك كجمهور انا عارف، انا بلاقي على الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي كل جمهور النادي الاهلي قبل المباريات بيبقى كاتب ايه، انا مش عارف انام، انا مش قادر اقعد، انا هو ده جمهور النادي الاهلي زيك زي اللعيبه، زيك زي اللعيبه بتبقى كده بالمناسبه، بس بقى بتختلف، واحد بينام كتير، واحد ما بينامش، واحد كذا. ف لا انا عارف ان حضراتكم متفاعلين، وعارف ان حضراتكم واقفين في ظهر لاعبتكم وفي ظهر مجلس ادارتكم وفي كل القرارات اللي بيتخذها مجلس الاداره، في كل القرارات اللي بيتخذها الجهاز الفني، حتى لو فيها مجلس اداره او الجهاز الفني او اللاعبين، حتى لو في حاجه مش عاجبه حضراتكم، لان هو ده النادي الاهلي وهو ده اللي اتعودنا منه يحصل من جمهور النادي الاهلي. اتمنى ان الكلام اللي انا بقوله ده يكون وصل لحضراتكم، لانه انا عارف اللي بيوصل او اللي بيتقال من القلب دايما بيوصل للقلب. الفتره القادمه تحتاج مسانده جمهور النادي الاهلي، ما تبصش لحد تاني، خليك دايما مركز مع فريقك، اقف مع فريقك، ساند فريقك، ازر فريقك. مباراة طلائع الجيش مباراة صعبة، مباراة الماتش المصري مباراة صعبة، بقية المباريات هنبقى نتكلم فيها في وقتها. أتمنى أن تكون الرسالة وصلت لحضراتكم زي ما الرسالة واصلة للاعبين، زي ما الرسالة واصلة للاعبين، أن كل المباريات مش عايزين نعدي نقطة. كسبانين 13 ماتش نكسب ال 14، كسبانين 14 نكسب ال 15، وهكذا. هي دي كرة القدم، وهي دي حياة الحياة التنافسية داخل النادي الأهلي. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى هرجع اتكلم زي ما قلت لكم فنيا اكتر مع نجومنا الكبار، هنتكلم عن الدوري العام، بقيه المباريات، مباراه بكره، المباريات القادمه، رؤيه النجوم الكبار اللي هيكونوا متواجدين معايا بعد قليل عن النادي الاهلي والفتره القادمه داخل النادي الاهلي. النجم الكبير كابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، والنجم الكبير الكابتن محمد حشيش هيكونوا معايا بعد قليل، نتكلم عن زي ما قلت لكم كل ما يخص النادي الاهلي، وناخد رايهم برضو في مباريات الدوري العام المصري وايضا البطوله الافريقيه ورايهم في قرعه البطوله الافريقيه. بعد الفاصل نجوم الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ يا كابتن استاذ شرف ومنور. ده نورك يا ابو رفضت عامله شغل. كابتن ماهر همام ازيك كابتن ماهر؟ اسلام شرف ومنور. الله يخليك يا حبيبي. رفضت عامله شغل. ما هو يعني الاحمر بردك. طيب الاحمر في كل حته. ازيك يا كابتن حشيش؟ اخبار حضرتك ايه؟ كرافتات بقى عامله شغل. كرافتات عامله شغل. ما انا لازم برضه بقى بنلعب الكابتن فتحي برضه على طول دايما. ده لسه بيعمل التاتشات بتاعته. لسه في الطقم الازرق يا كابتن اسلام كمان؟ امال ايه؟ الله ده لسه الطقم الازرق. ربنا يخليك لينا يا كابتن. الله يكرمك. دايما كده يعني منورنا. منورنا. كابتن فتحي يعني خليني ابدا مع حضرتك ومباراه، ما عرفتش راي حضرتك في مباراه بيراميدز والنادي الاهلي وكل ما يقال عن هذه المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه يعني كل ما يقال موقات كتير، في ناس قالوا حاجات كتير ايجابيه وفي ناس قالوا سلبيه، لكن انتهت المباراه 2-1، 3 أهداف رسميين شرعيين قانونيين. لا بس الهدف الثاني ده اصله الكره الثانيه وعامله شغل وبتاع. كابتن اسلام برضو لازم تكون في الصوره يعني. انا في حاجات لو الناس بتقولها وبتقول ان دي كانت في كره ثانيه، اولا لو في كره ثانيه في الملعب في اي مكان ثاني ماشي، لكن لو في كرة تانية في نفس المنطقة اللي فيها مساحة كرة القدم يعني الكرة موجودة وبينها وبين الكرة التانية، ماليش دخل بالكرة التانية في الملعب، أنا ليا الكرة التانية فين؟ هل الكرة التانية قريبة من الكرة اللي بتتلعب يعني قريبين كورتين مع بعض واخدين تركيز اللعيبة؟ هل الكرة التانية في أثناء لعب كرة متحركة ولا الكرة ثابتة؟ الكرة كانت ثابتة، الحكم صفر على حاجة ثابتة. الحاجة برضو اللي أنا يعني مع احترامي إن شفتها والناس كده، في حاجة اسمها إشارة الحكم بالإيد اليمين وفي حاجة اسمها إشارة الحكم بالإيد الشمال. لو بالحكم بيشاور بإيده الشمال يعني بقول ضربة مرمى. تمام.
لو بقول بيد اليمين يعني بقول ضرب جزاء. انا ما شفتش حد قالها مع احترامي في كل الاستديوهات. ايدك اليمين هو شاور بالايد اليمين، كان مشاور على ضرب الجزاء لكهربا. مساعد الحكم قال له لا، اللي لعب الكوره لاعب بيراميدز، فهو استجاب ل اذا دي مش ضربه جزاء. تمام، لكن لو الكهرباء اللي لعبها وحصلت اللي حصل ده والتاني بعد كده لاعب بيراميدز، اذا هي اشارته الصح اليمين ضربه جزاء. تمام، لكن هو شاور بايده الشمال، معنى ايده يعني هو مشاور بايده اليمين على انها ضربه جزاء، فالمساعد الحكم قال له لا دي مش ضربه جزاء، دي ضربه ركنيه، وبالتالي اذا حته ضربه المرمى مش في الحسبان اطلاقا. لا خالص، كل الناس طلع اي ضربه مرمى ولا احولها لضربه ركنيه، لا هي كانت ضربه جزاء، كان مصفر على ضربه جزاء. وليه؟ الاشاره بتاع الايد، اشاره الحكام في بالايد اليمين في بالايد الشمال، بساور جوه المنطقه بساور خارج المنطقه. أيوة. فكانت اشارته بايده اليمين على ان دي ضربه جزاء، وبالتالي المساعد الحكم قال له لا، اللي لعب الكره لاعب بيراميدز بقدمه وبعد كده كهربا وقعت، اذا ما فيهاش اي ضربه جزاء اذا في الحاله دي تبقى ايه؟ ضربه ركنيه. الضربه الركنيه طالما الراجل هو هنا اهو قدام حضرتك يا كابتن، هو هنا مشاور بايده اليمين. شفت ازاي؟ كويس يا سمير جبتها لنا. ايد اليمين دي يعني مش ضربه. تعرف تعملها زوم يا سمير؟ ماشي لو سمحت. ماشي هيرجع لنا استوديو. ماشي اتفضل يا كابتن. فاذا انا ما اعرفش حد اتكلم في النقطه دي ولا لا يعني. لا حضرتك اول حد اعتقد تكلم. يعني فاذا هي ما هياش، الراجل الحكم قراره سليم انه رايح شايف ان في عرقله، المساعد قال له لا دي اخر واحد لعب الكره هو لاعب بيراميدز، وبالتالي هي ان دي ده بقى الضربه الركنيه، فغير اليمين للشمال هو راح هناك العب ضربه ركنيه. نيجي للعب الضربه الركنيه، هل كنت انت كنت بتتكلم يوم مباراة الضربات الركنيه هل لازم اذن الحكم او صفار او كده؟ لا، لا الضربه الركنيه ولا رميه التماس ولا ضربه المرمى ولا ضربه البدايه. برشلونه وريال برشلونه وليفربول، الكره بتاعت الكسندر ارنولد الباك اليمين، الكورنر الاخير اللي عمله اوريجي، اوريجي حطها جوه، نفس اللعبه نفس اللعبه بالظبط. امتى صفر بدايه المباراه؟ امتى صفر عند احراز هدف في ضربه البدايه؟ امتى صفر في ضربه الجزاء؟ امتى صفر لما اكون خارج المنطقه؟ هي يا كابتن دي بص هو يعني ده اكتر زوم نقدر نجيبه، وبالتالي هي واضحه هنا ان دي اشاره ايده اليمين. ايده اليمين، ايده اليمين يعني انا بشاور على ضربه جزاء ورحلها. كان ممكن ضربه مرمى يعملها كده وما يروحش. ما يروحش. هيروح ليه؟ ما هو يشاور ويقف. لكن ده هو رحلها. كمل يا سمير كده بعد اذن حضرتك. فهو ده قايم على انها كانت ضربه جزاء، قال له ايه؟ قال له لا هنشوف بقى. قال له لا ده اخر لعبه اللي لعبها لاعب بيراميدز، اذا دي مش جاي بيشاور بعد كده بالشمال على الكورنر. ايوه اهو اهو اهي اهي دي مشاور بالايد الشمال اهي. خلاص شاور لهم من هنا، يعني هم من هنا عارفين ان في ضربه ركنيه. ايوه تقف ما تقفش، ما فيش كره ثانيه، فين الكره الثانيه وقت الاشاره؟ خلاص طلعها اللاعب. لا الكره مش موجوده، مش موجوده لسه، لا لسه بيطلعها، لسه بيطلعها. ايوه يعني الكره مش موجوده والكره الثانيه بتتلعب، يعني هم ما لعبوش الكوره، علي معلوم ما لعبش الكوره الا لما الكره الثانيه طلعت. ايوه يعني ما كانتش موجوده. هي بتفرق، هي دي كره القدم. ايوه هي دي الناس اللي فاهمه كره القدم، هي دي لعيبه كره القدم اللي فاهمين. ليه اعاقب لعيبه النادي الاهلي؟ لانهم دارسين القانون صح وفاهمين القانون صح وعارفين الكوره صح، ان ما تنتظرش حد. هل تتذكر في ماتش من الماتشات كان النادي الاهلي بيلعب، بعدين قعدوا اللعبه كلها تقابل بعضها، وجري الكابتن سيد عبد الحفيظ ونادى وليد ازارو قال له اقفوا نص ملعب الخصم صح عشان ما يبداوش ضربه البدايه. ليه؟ عشان ما يبداوهاش. ما هو لو بداوا احنا عاملين فرقه النادي الاهلي بتبص في بعضها كلهم بره وكلهم في نص ملعبنا وبره، لو عملوا ضربه بدايه راح جابوا جول هيجيبوا جول، ما حدش هيقول لهم لا. بالظبط. فاذا فهم القانون مش مهم، ان انت تبقى القانون يا كابتن اسلام ثقافه اللاعب والمسؤول
مهمه جدا ثقافه اللاعب والمسؤول. عشان كده انا قلت يا جماعه ان رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي جاب محاضرين حكام محاضرين دوليين يعملوا محاضرات للولاد الصغيرين وللفريق الاول. ولكن انا حتى بتكلم عن قطاع الناشئين يا كابتن ماهر، صح ان انت لازم تعمل حاجه زي دي لانه مهم. مظبوط. مهم ان الولاد الصغيرين ممكن ما يكونش واحد، ممكن انا ما اكونش عارف، ممكن حضرتك يعني اي حد ما يكونش عارف، سهل قوي ان انت تقرا. ثقافه المسؤول واللاعب مهمه جدا في مثل هذه الامور يا كابتن ماهر. مظبوط اسلام. كمان عايز اكد على كلام كابتن فتحي، احنا الاسبوع اللي فات كان عندنا دوره البراعم، ايوه، وكان مشترك فيها كل مؤسسات مصر خلال هذه الدوره، وكان واضح قوي ان من بدايه البراعم 2009 و2008 و2007 و2006 بقى عندهم وعي بشكل كبير جدا بقانون اللعب، وده نتاج الكلام اللي انت قلته ان كابتن سيد عبد الحفيظ عمل ندوات. كابتن فتحي مبروك عمل ندوات تحكيميه للبراعم، مهم جدا يا كابتن. الولاد هتعرف منين؟ يعني دول ولاد صغيرين. فواضح واضح يا كابتن فتحي ان من خلال الدوره طوال الاسبوع اللعيبه بتمتثل قرارات الحكام بشكل جيد، يعني في رمية الاوت، في الفاولات، في القرارات العكسيه، في الاوفسايد، في التسلل، في فده اذا كان بيدل فبيدل ان فعلا في اهتمام كبير جدا لانه حاجه مهمه جدا. كابتن ماهر، الفتره القادمه او شهر فبراير من الاشهر الصعبه للنادي الاهلي، هو كل شهر بنقول الاشهر الصعبه، ولكن خلينا في الشهر ده من الاشهر الصعبه. عندك مباراه بكره ان شاء الله لطلائع الجيش المصري، الزمالك في السوبر، ثم الزمالك في الدوري، ثم سان داونز، وبعد كده مباراه في الدوري، وبعد كده مباراه سان داونز الاياب ان شاء الله. شايف برايك في صعوبه هذا الشهر؟ الله يكون في عون طبعا الجهاز الفني واللاعبين على المرحله ديت، المرحله صعبه جدا. النادي الاهلي في ملف الدوري العام بيختتم مباراه بيراميدز، هو الاول في 13 مباراه، عنده 39 نقطه، واقوى خط هجوم عنده 37 هدف، واقوى خط دفاع دخل في مرمى 3. فده بيدل ان النادي الاهلي ماشي بخطوات اسلام السنه دي بالذات مع مستر فايلر، ماشي بخطوات ايجابيه. واضح قوي ان الراجل ده هيعمل تاريخ زي مستر مانو جوزيه، يعني مستر مانو جوزيه في سنه من السنوات يمكن وصل الاسبوع ال 14 17 بنفس النهج كده، الفوز في كل مباراه وعدم دخول فيك اهداف. فانا شايف ان فايلر ماشي على النهج ده، او ماشي على المستوى ده. مباراة الدوري هو بيتعامل مع كل مباراة بثلاث نقاط، يعني يمكن الناس بتتكلم على مباراة بيراميدز ان هو الحالة الفنية النادي الاهلي ما كانش فيها بالمستوى المعتاد عليها، لكن من ضمن الاستراتيجية ومن ضمن اهداف الفريق والجهاز الفني الثلاث نقاط اللي بيحطوك على قمة الدوري ومحدش بي 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 بيلحقك، وعشان كمان في المستقبل تقدر تحسم بطولة الدوري بالمشوار اللي انت ماشي من خلاله. المباراتين اللي جايين يا اسلام انا شايفهم برضك هيبقى الصراع على ثلاث نقاط، رقم واحد. رقم اتنين هيبقى اعداد جيد جدا لمباراه سان داونز. مباراه سان داونز من المباريات واعداد جيد للسوبر يا كابتن، والسوبر كمان اهل وزمالك. عايز اقول لك ان الاعداد في المباراتين دول هيخلي برضك مستر فايلر بالتدوير اللي هو بيعمله عايز يوصل لعيبه النادي الاهلي لحته يقلل الاصابات يا اسلام. يعني زمان كنا بنتكلم على التدوير على اساس يبقى في ثبات للتشكيل، النهارده مستر فايلر بيدور عشان يثبت التشكيل رقم واحد، ورقم اثنين يحمي لعيبه النادي الاهلي من الاصابات اللي بتضرب معظم نجوم الفريق. فانا شايف ان المباراتين اللي جايين دول مباراتين اعداد جيد جدا لمباراه السوبر بين الاهلي والزمالك، ثم مباراة سان داونز الأفريقية، والاتنين طبعا دي بطولة ودي بطولة مهمة جدا للنادي الأهلي هيبقى مركز فيها، هيبقى فيه دور كبير جدا جدا للاعيبة النادي الأهلي الكبار بقى يا اسلام، وده دي نقطة مهمة. حان الوقت للاعيبة النادي الأهلي اللي عندها خبرات ان هي تبدأ تركز، تبدأ تلم اللعيبة، وده دورهم، وانا عارف ان الدور ده قاموا بيه قبل كده مرات كثيره جدا، شريف اكرامي
وعاشور وفتحي ووليد سليمان الرباعي اللي عندهم خبرات، دورهم مهم قوي ان الاربع مباريات اللي جايين دول لازم يبقى فيه لحمه وفي تواجد وفي حب وفي اجتهاد وفي قلب واحد وفي تنظيم في التدريب، نوم بدري، استشفاء، تدريبات ايجابيه، دي مهمه جدا عشان نقدر من خلال اللمه دي نقدر ان شاء الله نحقق الاهداف اللي احنا بنسعى ليها وهي الفوز في الاربع مباريات، مباراتين الدوري ثم السوبر ده بطوله ثم سان داونز عشان نتنقل للمرحله اللي بعد كده. طيب كابتن حشيش برضه عايز اخد راي حضرتك في هناك حاله من الارتياح لدى جمهور النادي الاهلي وحتى بعض اللاعبين لما تيجي تتكلم بشكل شخصي عن مقابله سان داونز رغم من صعوبه هذه المباراه، ولكن ايه رايك في حاله معرفش اسميها ايه حاله ارتياح من الجمهور ومن اللاعبين؟ بص هو يمكن الحاجه الوحيده اللي مخليه الناس متفائله هي الحافز القوي عند اللعيبه وعند الجهاز الفني وعند الجمهور كله ان هو هيقابل فرقه يعني كان لها نتيجه سابقه مع النادي الاهلي كبيره سكور كبير شويه، فالناس كلها يعني مش عايزين نقول متحفزين، هو في الاخر هو مباراه كره قدم، انما الدوافع ان انت ان شاء الله تعمل مباراه قويه اداء ونتيجه مع سان داونز يمكن هي دي اللي كانت لو خيرت ناس كثيره في جمهور النادي الاهلي قبل القرعه يقول لك عايزين نقابل سان داونز، وده ناتج من حاجه، ناتج من ثقتهم الكبيره في اللعيبه والجهاز الفني بالاداء والنتائج اللي النادي الاهلي الموسم ده بادئ بيها من خلال بطوله الدوري وحتى في افريقيا برضو التحدي الاخير مع فرقتين كبار زي النجم الساحلي والهلال، طبعا كان تحدي جامد، الظروف حطتك ان انت بقيت في مزنق شويه في النقاط، لازم تاخد 4 بونت من السته، ومباراتين مع فرقتين كبار زي النجم وزي الهلال في السودان، والحمد لله النادي الاهلي تجاوز الفرقتين دولت، اداك دافع قوي تحدي اكبر، فادى ثقه للجمهور واللعيبه انهم قادرين بادائهم وان شاء الله بتصميمهم وعلى احراز البطوله، مش اجتياز ان شاء الله بس سان داونز، لا التكمله لغايه النهائي. ده بالنسبه للحته دي، انا بس عايز اكمل حته بتاعه التحكيم شويه والقرارات، احنا يمكن قعدنا فتره كبيره جدا في حياتنا يمكن لما كنا بنلعب يا كابتن فتحي ما كانش في تطور للقوانين كره القدم، انما الاخر 15 سنه بقى في يعني تغييرات كثيره جدا جدا، ده الدور الاساسي بتاعه بتاع اتحاد الكوره، يعني اتحاد الكوره لازم هو اللي مش الناشئين بس او قطاعات الناشئين او الصغيرين، حتى في على مستوى الفريق الكبير، انا يعني اعتقد ان في لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز في حاجات كتيره جدا في القانون لسه مش عارفها. خد بال حضرتك كابتن مثلا هنا في ملعب الاهلي مكان الكابتن سمير عثمان بيكون متواجد معانا، جبته مره حلقه كامله حلقه كامله عن التعديلات الجديده وقعد يشرح للجمهور، كانت مفيده جدا جدا واعتقد ان هي يعني لقينا ردود افعال كويسه، الحقيقه كانت مفيده جدا جدا والناس استفادت وفي ناس كثيره منهم لعيبه يعني بدون ذكر اسماء، لا يعني لا يا كابتن على فكره طبيعي ان انت في حاجات ما تبقاش عارفها حضرتك وانا ما اعرفش لكن انا مثلا في حاجات كثيره ما كنتش ببقى عارفها وقوم جاي داخل على الانترنت وشايف القوانين مثلا الحاجه الفلانيه دي قوم جاي داخل عليها وشايفها وقاريها. اللي انا عايز اقوله يا اسلام ايه فضل. ان انت وقناه الاهلي يعني بص انت بتبادر وبتعمل حاجه طبعاً مهمه دلنا. زي دي انما الاساس فيها المفروض اتحاد الكوره، انت عندك كمان مشكله عايزين نتكلم عليها الفار اللي جاي اللي هو دلوقتي بيحضروا له وفي استعدادات على التدريبات وكده، انت لازم قوانين الفار ده مش بس للحكام للانديه اللعيبه والاجهزه كمان، الاجهزه الفنيه بتعترض على الاوت وعلى ضربه المرمى وعلى مش عارف لمسه لا هي في ثلاث حاجات لازم لازم تبقى واضحه فلازم ومعروفة. لازم يعملوا الكلام ده تدريب برضه او يعني يطلع حد من اتحاد الكوره اللي يعمل زي سيمينار او حاجه او مؤتمر يوضح فيه برضه التعليمات، لان انت لو بالشكل بتاعنا في الدوري المصري يا كابتن فتحي كابتن ماهر كل كره احنا كل كره هيقول لك والنبي عايزين وبعدين فارغ. الحكم ممكن يخطئ يعني ممكن ما يستعينش بالفار ممكن. هو صاحب القرار فلازم الكلام ده كله يعمل لان ممكن تعمل مشاكل يعني طبعا، وهنحاول ان شاء الله الاسبوع الجاي نعمل
حلقه مع كابتن نصر عباس برضو لتغطيه قوانين الفي ار، مهمه جدا ان كل جمهور النادي الاهلي يعرف هذا الموضوع. كابتن فتحي فكره حلوه يعني كابتن حشيش نعملها تاني، رغم ان الجمهور كمان لازم يعرف طبعا. الجمهور لان طبعا. ممكن الجمهور يعني يهيص على كوره، اشمعنى ما خدش بدي وعمل فار دي يعني فكره ان انت تعمل حاجه او اتحاد كره القدم يبتدي يعمل حاجه مع الانديه، اعتقد ان دي فكره رائعه برضو هنبتديها احنا ان شاء الله هنا من خلال الملعب الاهلي كالعاده ونشوف هيحصل ايه. اكمل يا كابتن اسلام بس النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي، فالناس كلها راحت رايحه على الحكم وقراراته، ليه ما راحتش على ثقافه لاعب النادي الاهلي، ثقافته في قانون كره القدم، ثقافته في اللعيبه، ومش لعيب كره بس بيباصي وبيجري وبيشوط كده، لازم ثقافته. فدي ثقافه لما الاقي علي معلول قمه الثقافه، راجل فاهم وناضج وعارف بيعمل ايه، وانه يجري ويرفع الكوره، والاقي مثل ديانج بيرفع بينط لازم قالوا جاي وعارف ان جاي من ورا، دولت ناس مثقفين كرويا. فثقافه الكره دي مش هستنى اقول لك والنبي بعد اذنك استنى لسه عاوز اعمل ضربه ولازم ارفعها وكده، احنا فبتقارن بيها وممكن تقارن بيها بلعبه عاديه، يعني الجول اللي جه في النادي الاهلي من ضربه ركنيه. ايوه. فالناس بقى بتقارن بيها بيقول لك بص شوف اللعيبه واقفين ازاي، ما هو انت خلاص دي ثقافه، انا بقى دلوقتي بستغل ازاي الموقف في سرعه اللعب. فانا الموقف اللي عمله وجي منه الهدف هو غريب في مصر لكن مش غريب على كره القدم. فاكر برضو في مباراه توتنهام اعتقد و... هو لا غير ليفربول وبرشلونه في توتنهام وفريق اخر، لما الولد الصغير اللي هو بيرمي الكور اداها بسرعه للباك عملها الاوت، طبعا معناش الحقوق للاسف مش هنقدر نجيبها، جاب الجون توتنهام، جاب الجون اللي هو التعادل في الدقائق الاخيره لان الولد اداله الكره بسرعه ساعده وساعده. انت فتحت نقطه مهمه جدا جدا احنا بنقابلها كابتن فتحي وانت سيد العارفين مراقبين المباريات، الولاد الصبيه بتوع الملاعب بتوع الكور دول لهم المفروض تعليمات مهمه جدا جدا، امتى ياخد الكوره ويقعد ويستنى يشوف الكوره يديها لمين، ما يفضل في ولاد صغير يعني مش متعلمه يعني ما فيش حد بيقول لهم اعملوا كذا بيبقى قاعد الماتش شغال وهو عمال ينطق بالكوره ومش او واقف او كده، وفي فرق بره بتيجي واخده العيال دي تشيلهم في اخر الماتش عشان الوقت بقى تضيع عشان ما تلعبلكش الكوره او يقول له احنا في الكوره عشان لا ما تلاقيهمش خالص ما بتلاقيهم، دي اسمها ثقافه اللاعبين وثقافه الاداريين وثقافه الفرق في كيفيه التعامل مع قانون كره القدم. اللي عنده دي الثقافه العاليه اللي خلتنا ماتش او هدف يحصل فيه اللي انتوا وكمان كابتن يعني انا عايز برضه اقول لحضراتكم ان دلوقتي مش عارف بس هل ده خبر صحيح ولا مش صحيح، الجنوب افريقي فيكتور جوميز حكما لمباراه السوبر الافريقي، فيكتور جوميز اللي حاكم مباراه النادي الاهلي مع نادي النجم الساحلي اللي كانت هنا في القاهره واحد من تمام. اذا ده خبر صحيح، انا بس كنت قايل لهم يشوفوا لي الخبر صحيح فبيقولوا لي خبر صحيح، فيكتور جوميز الجنوب افريقي حكما للسوبر مباراه السوبر السوبر الافريقي السوبر لا اللي هو الزمالك والزمالك الزمالك والترجي انا دايما في دماغي السوبر معلش احنا دايما معلش كمان من ضمن الثقافه مركزين في ماتشاتنا بس اوكي مفيش مشكله. الحكم الدولي الجنوب افريقي فيكتور جوميز حكما لمباراه السوبر الافريقي برضك من ضمن الثقافه ان احنا عندنا الدقائق الاخيره اللي احنا بنحرز فيها اهداف يعني احنا برضك من ضمن الثقافات اللي وصل لعيبه النادي الاهلي ان احنا بنلعب للدقيقه 90 وبنلعب دقيقه الوقت بدل الضايع 91 وممكن 92 نقدر نسجل فيه وممكن 93 ودي تورثناها يمكن من اجيال يعني افتكر يا كابتن فتحي ايامنا كنا اخر ربع ساعه حتى جمهور النادي الاهلي قال لك انا هحضر اخر ربع ساعة بس عشان النادي الاهلي بيجيب ودي ودي بيني وبينك هتفكرنا بالماضي هتفكرنا بماتش السودان اللي احنا اللعيبه مش عارفه الماتش فاضل له قد ايه بالظبط ما ترفعش غير لما الوقت خلص ايوه العشر دقايق دولت ما تعرفوش ما حدش عارف ولا في الملعب اي بني ادم غير الحكم فدي ولا في ساعه شغاله ولا في اي حاجه. طيب سريعا كابتن مروه احنا بنتكلم عشان نروح نتكلم بعد كده عن مباراه طلائع الجيش، عايز اسال حضرتك عن مستوى الدوري مستوى هذا الاسبوع، حضرتك اتفرجت على المباريات وشايف مستوى دوري هذا الاسبوع يعني مفاجاه مثلا اسوان بيفوز على الاسماعيلي الاسبوع اللي فات وبيفوز على الاتحاد هذا الاسبوع مع مجدي عبد العاطي احد وقبليه طبعا حرس الحدود ثلاث ماتشات متتاليه
ما حصلتش. خلي بال حضرتك في نادي اسوان من سنه 97 بالظبط. لكن انا بتكلم على مجدي عبد العاطي، هذا الوجه الشاب، المدير الفني الشاب اللي بياخد فرصه مع نادي الكل بيحبه، ولكن امكانياته الكل عارفها ان هي امكانيات ضعيفه للغايه الحقيقه، ولكن في النهايه بيقدر يعمل حاجه في ظل ظروف صعبه جدا. اكيد يعني انا بحيي طبعا مجدي عبد العاطي وجهازه الفني واللاعبين ان هو بيحرز مكسب ثلاث ماتشات متتاليه مع فرق تقيله، ويمكن اخرها مباراه الاتحاد كان واضح قوي ان اسوان بيلعب كوره فيها تنظيم دفاعي منظم مع كونتر اتاك بيقدر يعتمد عليه مجدي بشكل جيد، حتى اضافته لبعض اللاعبين في المرحله الشتويه برضك افادوا نادي اسوان بشكل جيد. فانا شايف ان اسوان في خلال ثلاث اسابيع يعني حقق مفاجاه، تسع نقاط يعني هو يعني فرقه وحيده وانديه كبيره وجماهيريه، حرس الحدود طبعا بالزبط. الاتحاد السكندري في اسكندريه، الاسماعيلي اسوان، فرقه تقيله طبعا، وبعدين وصلته المركز ال 12 اسلام، ودي برضك يعني مكانه كان يمكن اسوان كان من ضمن الثلاثه الموجودين في اخر الجدول، لكن النهارده بثلاث مباريات الفوز دول حقق مركز ال 12، فانا شايف انه بعد شويه عن الخطوره اللي موجوده في القاع. تمام. برضه يا كابتن حشيش عايز اسال عن مثلا مباريات المقصه مثلا وتعادله الاخير، وهل ايمانويل امونيكي المدير الفني الجديد لمصر المقصه ما اعرفش هل حضرتك شايفه هيبقى كويس مع فريق مصر المقصه؟ يعني هو طبعا لسه ما بانش قوي لانه لسه ماسك طبعا متولي زمام الامور، ما بانش طبعا مدرب جاي، يعني بعيد برضو عن الدوري المصري بقاله، يعني بعيد عن الدوري المصري ما فيش كتير. اخر مره جه كلاعب بالظبط كده، بعدين كان ماسك منتخب زامبيا اعتقد قبل بطوله كاس الامم الافريقيه، وما اعتقدش يعني ان هو كان متابع يعني للدوري المصري، فلسه بصماته ما ظهرتش على الفريق. انما برضو يعني النتائج مع الانتاج الحربي، فرقه طبعا كبيره بجهاز فني كبير، ان هو يتعادل معاهم طبعا، واداؤه الحقيقه كان كويس في المباراه الشوط الثاني تحديدا. اعتقد ان يعني ممكن بعد كده يعني يرجع المقاصه طبعا لمركزها الطبيعي في جدول الدوري. المقاصه يعني خلال الفترات اللي فاتت كانت بتنافس على المربع، يعني في المربع الذهبي وكده، فاعتقد برضو ان هو يعني بصماته ان شاء الله تبقى يعني واضحه عليهم. يعني في برضو في سموحه يعني كسب المباراه اللي فاتت برضو كابتن حماده صدقي. انا كنت هروح للكابتن فتحي في موضوع الكابتن حماده صدقي. كابتن حماده صدقي يعني ثلاث مباريات تقريبا او اربع مباريات، ده اول فوز ليه وعلى نادي مصر بهدف مقابل لا شيء، برضو عايز اعرف راي حضرتك في القياده الفنيه لكابتن حماده. سموحه كابتن سام من الفرق المصنفه فرق بطولات، فرق المقدمه، فرق المربع الذهبي. سموحه صادف سوء حظ او سوء توفيق او عدم ضرار ببعض اللاعبين او عدم وجود كيمياء بين المدربين اللي كانوا شغالين مع الفرقه، المدربين كويسين لكن لم ينجحوا مع سموحه، وصلوها للمرحله دي. فطبعا الكابتن حماده لما مسك مش ممكن في يوم وليله هيغير الدنيا كلها، انه يلم اللعيبه ويلم الزعلان ويجيب المصاب ويجيب كده ويعمل شكل، لكن دي بدايه كويسه. واللي سجل الهدف مين؟ صلاح. صلاح محسن. صلاح محسن. اذا دي برضو فتحت خير لصلاح احد ابناء النادي الاهلي المعارين. وجاب جول حلو الحقيقه. يعني احد يعني حطها حلوه. احد ابناء النادي الاهلي المعارين، فدي بتدي دفعه لصلاح، بتدي دفعه لسموحه، بتدي دفعه للكابتن حماده صدقي، لانه هو قبل كده اشتغل مع سموحه وعمل معاها نتائج متميزه جدا، يعني وصل بيها للمربع الذهبي، وصل بيها لبطولات افريقيا. كان حماده عامل شغل جامد قوي. فمع المهندس فرج عامر اكيد مع وجود حماده في بدات السموحه هتاخد خطوه، يعني بدانا خطوه لايه؟ يعني خطوه ال 1000 ميل بدات بخطوه، انه هيرجع تاني الوضع انا متوقع، لان سموحه فرقه كويسه ومجموعه لعيبه كويسه واداره بتدعمهم، ومش حول جماهيريه كبير، لكن فرقه فيها مميزات الفرق الناجحه، مميزات فرق البطوله تلاقيها في فريق سموحه. طيب كابتن ماهر، برضو كابتن عبد الناصر محمد ترك نادي مصر ومسك الكابتن خالد جلال في اول مهمه رسميه طبعا امام نادي سموحه، خسر بهدف مقابل لا شيء. اخر مباراه للكابتن عبد الناصر محمد خسر 4-0 من طلائع الجيش، بالمناسبه اللي عمل مباراه حلوه جدا الحقيقه مع كابتن عبد الحميد بسوني. برضو راي حضرتك في هذا الموضوع؟ يعني انا شايف اف سي مصر الامور بتصعب بالنسبه لهم بشكل كبير جدا. اسلام الفرقه اللي طالعه من الممتاز به
بتبقى محتاجة يعني عدة عوامل عشان تتواجد بشكل كبير قوي في شكل الدوري القوي هذا الموسم والمواسم السابقة. محتاجة بالإدارة إن هي يبقى عندها لعيبة عندها خبرات الدوري الممتاز تقدر تستفاد فريق كويس على فكرة فريق مصر طبعا بشكل عنده كبير. بعض النقطة الثانية إذا كان في محترفين أفارقة يقدروا يبقوا موجودين كمان يقدروا يساندوا بشكل كبير، لكن هو ده حال الفرق اللي طالعة من الممتاز به بتعاني بشكل كبير جدا من ناحية الفنية من ناحية المادية من ناحية تطعيم الفريق في المرحلة الانتقالية، لكن هو عامة تملي التغيير المدربين بتجيب الجانب الإيجابي يعني لسه بعد رحيل عبد الناصر وخالد جلال هيبقى هو المدير الفني، هيحتاج وقت يتعرف بالناس وكل اللي يقدر يعمله فنيا، بس ان هو هيلم الشمل نفسيا هيقدر يحاول يرفع الجانب النفسي للاعيبه اف سي مصر على اساس يستمروا في مسيره الدوري، خصوصا الدوري زي ما قلت قوي ومحتاج يعني عناصر تقدر تساعد بشكل جيد، لكن بعد كده لازم يبان شغله بقى بعد الاسبوع الاولاني والثاني والثالث، خلال الاسبوع الرابع هيبدا يبان، لكن مين هيستحمل بعد اربع اسابيع لو حصلت حاجه؟ محدش بيستحمل، مجالس الادارات عندها قرارات شديده جدا اسلام بقى لنا يمكن 3 4 سنوات الناس ما بترحمش المدربين، ولو ان السنه دي قليله شويه كابتن ماهر على السنه والله ده اقل من السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت واللي قبلها حاجه يعني كانت لكن برضك في التغييرات خبرات لها دور بسرعة. نعم خبرات اللاعبين لها دور أطلع. يعني لو نبص لهم هم وطنطا هم اخر اثنين في يعني 17 18 لان خبرات اللاعبين المتواجده لا تتناسب مع خبرات ولاعبين الموجودين في الدوري الممتاز وده اللي مخليهم متاخرين، مش تقليل من الاداره ولا تقليل من المدرب، المدرب هيعمل ايه؟ زي ما كابتن ماهر انت بتقول دلوقتي طب والمدرب يعني يصبر يصبر ايه؟ هيعمل ايه؟ هيغير من ايه؟ هذه هي بس في نقطه برضه الحقيقه اللي لازم نحسها كابتن حشيش ان خبراتهم في الدوري الممتاز خبرات اللاعبين، يعني اللي بيجيب جول ما بحافظش عليه او طنطم كتير قوي اخر ماتش مع المصري مش كان كسبان 1-0 في الدقيقه 90 2-1 لغايه الدقيقه 90 في الدقيقه 90 ودخل فيهم جول يعني عمليه صعبه عايزه مش اول مره يا كابتن فتحي سامح برضه يعني الخبرات مش موجوده اتفضل يا كابتن هي في نقطه برضه ما هو المدرب لازم يكون عارف امكانيات الفرقه بتاعته طبعا انا فرقه يعني صغيره طالعه من ممتاز به ما 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 العبش لعبه ما يعني اول ما اطلع الدوري الممتاز كده افتح والعب لعبه مفتوح واحرز اهداف ما طب كويس بس انت في مرحله في البدايه على الاقل في الدور الاولاني يعني معروف قوي ان الفرق اللي بتيجي من الدوري الممتاز به للممتاز بتجمع نقاط في الدور الاولاني بتحاول تقفل يا كابتن ماهر بالزبط تطلع بالزبط يعني في مدربين بيجيد الحته دي يا كابتن فتحي يعني حاول يلم نقاط في البدايه في الدور الاولاني عشان يقدر يبقى مستريح مع بدايه الدور الثاني يظهر بقى التكتيك بتاعه واللعب بتاعه انما مش ما تفرحش ان انت يعني بتلعب لعبه مفتوح قدام الفرقه كلها باستثناء طبعا ممكن النادي الاهلي الدنيا كلها بتيجي بتقفل قدامه انما الفرقه الثانيه مش يعني عندها خبرات وقابلك لها باع كبير في الدوري ما تجيش انت تلعب مع المقاولين العرب وفاتح الملعب وبتلعب ولا يعني لازم تجمع في الاول نقاط فبرضه المدربين بيبقوا يعني ممكن ما فيش خبرات جامده قوي فمتحمسين وبعدين مدربين الممتاز به غير الممتاز يا كابتن فتحي وانت حضرتك سيدي العارفين صح بس انا عايز اقول لك حاجه كابتن فتحي اسلام حشيش ايمن ان زين مع طنطا انا شايفه عامل شغل بصراحه عامل شغل جاي جدا تمام حافظهم وزي ما حشيش بيقول يعني هو محافظ على المجموعه اللي موجوده معاه التنظيم حتى في الدفاعي شغال باسلوب بس محتاج ايه يا كابتن ماهر بقى خبرات. يعني هو ترتيبه بص كام طب 17 قبل الاخير يعني طبعا. ماشي كوره حلوه هو مدرب كويس قوي يعني طبعا. على المستوى الشخصي بس لازم يا كابتن اللاعبين مهمه لان التقييم يا كابتن ماهر في الاخر هيبقى بيه الفرقه دي البقاء على الاقل في السنه الاولى والثانيه البقاء في الدوري وبعد كده تبتدي تعمل مراكز انما في البدايه لازم انت تبقى برضو يعني مقفل شويه وتجمع نقاط لان كده صعب الجاب بعيد يعني بيبقى خلاص هيبتدي يفتح شويه طيب برضو يا كابتن فتحي عايز اسال حضرتك عن واخد راي حضراتكم
في مباراه الاسماعيلي والزمالك النهارده وهزيمه النادي الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف. يعني مباراه ما نقدرش نقول عليها قد قبل ان الاسماعيلي يكسب وقبل الزمالك يكسب. الفرقتين فرقتين كويسين، طموح الفرقتين موجود، الاثنين مدربين موجودين لعبوا اكتر، والاسماعيلي تقدم برضو نفس القصه لم يحافظ على تقدمه، بدليل ان الزمالك قدر انه يكسب. ده دليل على ان الزمالك خبرات لعيبته اعلى من خبرات لاعبي الاسماعيلي. أيوه. رغم ان هو كان خسران لكن رجع تاني المباراه من لعبه عاديه ثم من ضرب الجزاء. بغض النظر عن ضرب الجزاء لكن السيطره البدنيه والاداء والاستحواذ وشكل اللعيبه كان الزمالك اكتر. هو كان بيلعب بروح افضل الشوط الثاني، كان بيلعب بروح السوبر الافريقي، يعني هو حاسس انه رايح هيلعب الماتش الجاي على مسافر قطر، فالفرقه بتلعب. اما برضو نفس المشكله بتاعت لعيبه الاسماعيلي هي نفس المشكله بتاعت الفرق، ان اللعيبه اللي ما بتحافظ على التقدم. صحيح. معنى دي بيبقى المدرب بيتحمل جزء واللعيبه بتحمل جزء، بس بيتحمل اكتر اللعيبه لان المدرب عاوز اللعيبه، مش يعني المدرب مش عايز ان هو يخسر. الاسماعيلي بيلعب على ملعبه وتقدمت خلاص، بقى ايه المشكله؟ كمل بقى وظبط نفسك وعلى الاقل اطلع تعادل على الاقل، لكن ما قدرش يطلع تعادل لانه قدامه فرقه بتلعب كوره اللي هي الزمالك. الشوط الثاني لعب احسن وبالتالي كان حقا انه هو يفوز. الاسماعيلي لا زال مدربه برضه ما انصهرش مع فرقته، لاعيبه نادي الاسماعيلي لا زالوا لسه مش صغيرين في البداية. برضه عندهم مباراه مهمه جدا في قبل النهائي في البطوله العربيه. صغيرين في السن، فدولت بيدوا قله خبره، قله خبره في التحكم في رتم المباراه وفي قياده المباراه، فبالتالي شفنا النتيجه 2-1 وده الطبيعي ان كان ان هي ما نقدرش بقى نقول الحكم حسب ولا ما حسبش والكلام ده كده، لكن ككوره الفرقتين لعبوا للمكسب، الفرقتين لعبوا للظهور، والزمالك لعب لانه هو الاكثر خبره في لعبته من لعبه نادي الاسماعيلي. انا بشوف اسلام، معلش هكمل على الكابتن فتحي، ان انت دايما مشكله نادي الاسماعيلي ان هو معظم لعبته لعيبه كوره وبيحبوا الكوره وبيحبوا النقل وبيحبوا البساط وتدوير الكوره. اما الموضوع بيشتغل يا كابتن ماهر، يعني هما دايما كورتهم هجوميه فبينسوا حته الديفنس شويه، ودي مشكله نادي الاسماعيلي على مدار الاجيال. المدربين اللي بتيجي بتظبط الحته الدفاعيه بتاع نادي الاسماعيلي في المقام الاول بيعمل معاهم نتائج كويسه جدا، لان النادي الاسماعيلي ممكن يجيب اكتر من جون انما في نفس الوقت ممكن يستقبل اكتر من جون، وهي دي المشكله. دايما الخطوط مفتوحه، دايما كله باصص نص الملعب والفراوده انهم عايزين يروحوا يجيبوا جون وعلى الاحراز الاهداف، انما الحته الدفاعيه دي بالتحديد دايما في مشكله. يعني يمكن اسلام انت تفتكر طبعا ايام الكابتن محسن صالح طبعاً ما كان موجود طبعا الاسماعيلي خد كمان الدوري العام بالحته دي، كان الديفنس كويس قوي وقتها، بيقفل كويس قوي وبيقدر يطلعوا مع بعض خبرات. ده كان فيهم اسلام خبرات. هو الخبرات يا اسلام بتفرق بشكل كبير. طبعا هو الاسماعيلي بقى له فتره قله خبراته مأثره عليه، لعيبه كلها صغيره كلها لعيبه جديده لسه لم يندمجوا، هتاخد وقت قوي كمان، هتاخد وقت. النضج الخطط بعض المطالبات بالمناسبه يعني تغيير ده كان ما بقالوش ماتشين. طيب لكن يعني لكن نادي الزمالك ماشي بخطوات واضح قوي ان الشكل والتثبيت اللي بيدور عليه كارتلون بيبدا يوصل له خلال المباراه السابقه، والخطوط الثلاثه بقى عنده نوع من الخبرات موجوده في خط الظهر ووسط الملعب، وبعدين النزعه الهجوميه موجود بعض العناصر كمان اللي عامله مشاكل. قارن لعيب بلعيب، قارن حارس مرمى هنا بحارس مرمى، خبرات اكتر فين؟ قارن وسط ملعب بوسط ملعب، خط ظهر بخط ظهر، مهاجم بمهاجب، هتلاقي الخبرات اكتر، الخبرات اتقل، وده اللي ساعد الخبره لها دور يا جماعه. اذا تساوت اللياقه وتساوت المهاره فبتتفوق. يعني اللاعب في الدوره العربيه ده ما اداش اللعيبه بعض الخبرات يا جماعه، ما هو برضه لسه يعني انت فاهم ازاي. وبعدين المشكله كمان ان الاداره هناك بتسمع للجمهور في موضوع تغيير المدربين، لازم مدرب يجي بس ياخد يكمل ياخد وقته عشان يقدر يعني طالما مقتنع بيه. يعني هي دي، لان طبعا كل مدرب بيجي بيبقى له قناعات بلعيبه ولاعيبه لا، مظبوط. فبتلاقي اللعيبه كل شويه الفرقه غير اسلوب لعب هم ما بيقدروش يلعبوا كمان.
يعني الاسماعيلي ما يقدرش زي طنطا كده يقدر يلعب دفاع طوال المسافه. لا 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 استحال لا استحال, لا استحال يعني الاسماعيلي ليه اسلوب ازاي كلنا عارفينه يعني. هو بيحب الكره المفتوحه, الكره اللي فيها مهاره, الكره اللي فيها تشويه. يعني برازيل مصر هتلعب مدافع شمال فصعب صعب جدا يعني. فانا شايف ان الزمالك بخطوطه الثلاثه بالخبرات اللي موجوده يقدر الشوط الثاني يتفوق على. انا كنت هسالك ايه الفرق بين الشوط الاول والثاني, فواضح ان هو الخبرات يعني. طبعا 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 حسمت الجيم بشكل جيد يعني. طيب عموما يعني خدنا نظره سريعه على الدوري العام المصري حتى الان. خلينا نطلع نشوف بقى اخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه طلائع الجيش. مباراه طلائع الجيش واحده من المباريات الهامه جدا بالمناسبه, وهتكلم في ده مع ضيوفنا, ولكن خلينا نطلع نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 17 من منافسات الدوري الممتاز. عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الأهلي بقيادة رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو مع لاعب الفريق داخل معسكر مباراة طلائع الجيش. شهدت المحاضرة استعراضا للتعليمات الفنية الخاصة بالمباراة, إلى جانب رصد نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس, مع التأكيد على المهام والواجبات المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة. طلب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة غلق الملف الإفريقي وبعدم التفكير في لقاء صن داونز في الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 29 من فبراير الجاري, لا سيما أن الفريق سيخوض عدة لقاءات هامة قبل المواجهة الإفريقية, على رأسها مباراة طلائع الجيش ومباراة المصري ببطولة الدوري, ثم مباراتين مع الزمالك الأولى في السوبر المحلي بالإمارات, الثانية ببطولة الدوري قبل مواجهة صن داونز نهاية الشهر. أكد الجهاز الفني للاعبين على ضرورة حظ نقاط الثلاث في لقاء تواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري وبتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالي, وذلك لن يتحقق سوى بالجهد والعرق واحترام المنافس وعدم الانشغال بأية لقاءات أخرى في الوقت الحالي. وضع رينيه فايلر اللمسات الأخيرة على خطة اللعب التي سيخوض بها اللقاء من خلال الاستقرار على أفضل تشكيلة متاحة, مع الوضع في الاعتبار منح بعض اللاعبين راحة من خلال عملية التدوير التي يقوم بها المدرب السويسري بين الحين والآخر, حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد جراء ضغط المباريات المحلية والإفريقية. كابتن فتحي هبدا مع حضرتك, وعايز اقول لك مبروك ماتش الجيش, احنا خدنا 3 نقط. ليه ماتش لسه متعب حضرتك؟ في ناس بتقول لي يعني, في ناس متخيله ان مباراه الجيش ومباراه المصري يعني ان انت كسبت المباراتين. يا فمن فضلك يا كابتن يعني قول لي ايه الصح وايه الغلط بس عشان نفهم من حضرتك. احنا عندنا 18 فرقه بين فيهم النادي الاهلي, في 17 فرقه لا تستهين باي فرقه من ال 17. ايوه كده يعني 17 فريق ما اقدرش استهين بيهم. نيجي لطلائع الجيش. طلائع الجيش لسه فرقه سجلت في خلال ال 14 مباراه 11 هدف, في مباراه واحده سجلت 4 اهداف لاخر مباراه. لا وعملوا يعني, انا اتفرجت على الماتش ده بالمناسبه, انا بحب عبد الحبيب بسيوني جدا فبتابعه دايما وبشوفه إذن. وهو بيلاقي نفسه مع طلع الجيش وحرس الحدود. يعني هو بتاع الجيش يعني بصراحة يعني عبد الحميد بسوني شغال مع الولاد دول. معنى ان هو يجيب 4 اهداف مش موضوع ان انا بلعب مع مين, لكن عندي القدرة التهديفية للعيبة وعندي وضيع ضرب جزاء يعني بقوم 5. طب هل معنى الفرقة اللي قدامي دي ضياع في ال 17 فرقة الموجودين غير النادي الاهلي؟ لا, كل مباراة لها حساباتها وكل مباراة لها تخطيطها وكل مباراة لها ظروفها وكل مباراة لها أهدافها وتطلعاتها. ما أقدرش إن أنا أقول يا جماعة مصري أو مع احترامي أو طلائع الجيش أو أي فريق, أقدر أقول لك النتيجة بعد انتهاء المباراة.
اما تقول لي التوقع ايه دلوقتي اقول لك بعد المباراه، لكن اقدر اقول لك لعبت الاهلي كلاعيبه، اما قارن فرقتين ببعض، اما قارن خبرات اللعيبه ببعض كخبرات، اما قارن مهارات اللعيبه ببعض كمهارات، اما قارن الاعداد البدني للفرقتين ببعض كده، اما قارن التاريخ بتاع المباريات السابقه لكل فرقه. لكن ما اقدرش انكر ان فرقه جابت 4 اهداف وسجلت وكان ممكن ضربه جزاء تيجي هدف، يعني 5، اذا قادرين انهم بيوصلوا يجيبوا جوال، يعني عارفين يعني لعيبه. اضف على كده بقى ان جميع الفرق اللي بتلاعب النادي الاهلي وحتى اللي بتلعب الاهلي وبتلعب الزمالك كمان، يعني فرق القمه دي اللي بتلعب الاهلي بتلعب الزمالك بتلعب الاسماعيلي بتلعب الاتحاد، الفرق اللي هي بتكون قليله دي دايما لما بتلعب مع فرقه اعلى منها حماسها بيزيد. النادي الاهلي قصه تانية بقى، كل فرقه بتلعب النادي الاهلي هو ده ماتش الموسم عنده، بيلعب له ماتشين، هيلعب الطليقه هيلعب مع الاهلي ماتشين، هم دولت العرض بتاعي، هو ده السعر بتاعي. ماتش الجيل يا جدع. من يوم الاحتراف بالظبط. ماتش الجيل. انا كنت بعمل كده عشان ما حدش يفتكر ان انا انا كنت بعمل كده لما باجي العب، كنت بلعب في فريق مثلا ضد الاهلي كنت بزود الجيل وباكل الشوت كويس. ما هو حقه يا كابتن، حقه. انا دلوقتي انا بعرض بضاعتي، لازم اعرضها في احسن وقت وفي احسن توقيت وفي احسن ظروف، ان انا اعرض بضاعتي. اعرضها امتى؟ يوم النادي الاهلي. ليه؟ لان كل الناس اللي بتحب النادي الاهلي بيتفرجوا عليه، ومن لا يحب النادي الاهلي برضه بيتفرجوا عليه، الاثنين يعني بيستووا الاثنين، ده عايز الاهلي يكسب وده مش عايز الاهلي. اذا كل مصر بتتفرج عليه، سواء داخل جمهوريه مصر العربيه داخل الحدود او خارج المحروسه خارج مصر في كل المنطقه العربيه والاوروبيه وكده، فبتلاقي الناس بتتفرج. فاللاعب ده هيلاقي فرصته امتى؟ هذه المشاهده اللي تشوف. هتقول لي طب ليه؟ عشان يكسب. ماشي، عشان يكسب، عشان ازود سعري، انا عايز سعري يزيد، عايز انتقل لنادي تاني، عايز اروح لمرحله تانية. هي دي حياتي في هذه المباراه. كل لاعب من اللي هيلعب هتلاقيه يعني نايم صح وواكل صح ومظبط نفسه صح ومركز صح، يعني المدرب بس بيقول له اطلقوا سيبوا ان هم هيلعبوا. هتشوفوا طلع الجيش، انا بقول من دلوقتي هشوف طلع بكره الجيش بوجه تاني غير اللي انتوا شفتوه قبل كده. هتقولوا هي دي طلع الجيش، اقول لك ايوه، لكن ايه اللي هيفصل؟ امكانيات لعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني، اسلوب اللعب، طريقه اللعب، الخطه، تنفيذ اللاعبين لواجباتهم، احترام طلائع الجيش. ما انساش اقول ان الفرقه دي افكر فيها بعد المباراه نقدر نتكلم. كم واحد قال لك مبروك على ماتش طلائع الجيش؟ هو كلمه مبروك على ايوه، ما هو خلي بالك حضرتك انا لازم الناس بتقول انت صادم، انا بصدق يعني، لانه يا جماعه لا، انا شايفه ماتش صعب جدا جدا، هم على شايفه من اصعب. على اساس النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين يعني محقق نتائج ايجابيه في خلال 13 اسبوع وكسبان، فالناس خلاص بقت مطمنه. بس انت شايف ايه يا كابتن ماهر؟ لا مفيش في الكوره كده. يعني برضك الناس وجمهور النادي الاهلي بالذات لازم يعرف ان احترامك للخصم هو ده اللي بيدي لك الدوافع، اللي بيدي لك الحافز، اللي بيدي لك الانتصار، اللي بيدي لك التلات نقاط اللي انت بتسعى ليهم. وهو طول عمر النادي الاهلي كده، يعني طول عمر النادي الاهلي بيحترم كل الفرق اللي بيلعبها، اذا كانت في الدوري العام او اذا كانت في افريقيا او في بطوله عربيه. فدي سمه من سمات البطل، هو البطل كده. يعني طول عمر النادي الاهلي عمره ما استهتر بحد، يعني بيخش عارف امكانيات لعيبته، عارف الدوافع اللي موجود عليها، الجانب البدني المهاري الخططي، اهداف النادي الاهلي راح لفين، استراتيجيه الاهلي راح لفين. النادي الاهلي بيخش كل مباراه يهمه فيها ان هو يكسب ويحقق فيها اهداف ويحقق فيها 3 نقاط ويتربع على عرش الدوري العام. من خلال كل الشغل ده بيبدا مستر فايلر بيتعامل مع كل مباراه باحترافيه. أيوة. كل مباراه بيبدا يعمل لها اعداد ذهني، اعداد بدني، اعداد مهاري، اعداد خططي، يدور على الاستراتيجيه اللي يشتغل من خلالها في الدفاع ازاي وفي الهجوم ازاي، يدور على التشكيله المناسبه في التدوير اللي احنا بنتكلم عليه، بيدور على اللعيبه اللي تقدر تشارك من بدايه المباراه
الدكة الاحتياطي اللي موجودة ازاي هيبدأ يتعامل من ناحية التغييرات. لا الله أقدر لو هو جاي في جول عايز يغير تغييرات هجومية، لو هو كسبان عايز يحافظ بيضطر ان هو يغير تغييرات دفاعية او في وسط الملعب. حتى لعيبة النادي الاهلي عارفة ان طلع الجيش من الفرق الثقيلة يعني بلغة الكورة، يعني النهاردة لا ثقيلة في الكورة دي يعني كورة يعني صعبة، فرقة صعبة. بسيوني عبد الحميد بسيوني جاي عنده طموح بالظبط بشكل كبير جدا، واخد ثقة في المباراة السابقة وحقه هيخرج لعيبته من الحاله النفسيه والضغوط اللي احتق عليها. انا عايزكم النهارده تلعبوا قدام النادي الاهلي، فرصه الناس كلها بتتفرج عليكم، انتوا فرقه كويسه، عنده عناصر من ضمن العناصر اللي موجوده محمد بسام حارس مرمى جيد موجود عنده بشكل جيد، عنده خط ظهر بردك منظم في عناصر احمد عبد الرحمن وزولا وعلي الفيل وخالد سطوحي ومحمد ناصف، ودول لعيبة مدافعين على أعلى مستوى. عنده نص ملعب كمان في عمر حمدي نجم النادي الأهلي المعار، عنده خط الهجوم عنده عمرو جمال وناصر منسي. عمرو ما شاء الله في الثلاث أربع مباريات اللي فاتوا بدأ يفوق، بدأ يجيب جوال. ناصر منسي شفناه مع المنتخب الأولمبي مع كابتن شاوي غريب، خامة مهاجم ثقيل بلغة الكورة قوي بيحرز أهداف. فالنهارده هنقابل خصم انا شايف يعني مش سهل، بنطلب من لعيبه النادي الاهلي زي ما هم مركزين، كل مباراه ليها دوافعها، كل مباراه ليها الثلاث نقاط بيحافظ على المكانه اللي موجود عليه في الدوري. فانا شايف ان المباراه مش سهله على النادي الاهلي غدا، مباراه صعبه، مباراه تحتاج الى تركيز من وجهه نظري اكتر بكتير من المباريات السابقه، لانها هي اعتقد ان هي نقطه انطلاقها. كابتن حشيش مليون في المية، يعني تكملة لكلامك، أنا خلال الفترة اللي فاتت دي يعني وجودي في الشغل في اتحاد الكرة منطقة القاهرة في الشواربي، كابتن فتحي وكابتن ماهر عارفين يعني، وأنا نازل وأنا طالع يعني الناس الناس على طول بقى يا كابتن احنا عندنا طلع الجيش اللي جاي يا جماعة، لا يا كابتن واللي بعدها لا المصري لا هم مستنين مباراة القمة وإفريقيا. يا جماعة الماتشات دي مهمة جدا وقوية جدا، الفرق دي صعبة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، لأن الفرق دي احنا عارفين انها قبل الأسبوع يعني أول ما بيبدأ الدوري والجدول كده كل الفرق دي كل لعيب في الفرقة بيبص يا كابتن فتحي على الجدول بيقول أنا هقابل الأهلي إمتى؟ هو هي دي عكس لعيبة النادي الأهلي ما فرقش معاهم هيقابلوا مين، طبعا النادي الأهلي يعني بيدي اهتمام لكل الفرق، إنما دايما اي فرقه غير النادي الاهلي بتبص من بدايه الدوري يا كابتن ماهر يقول لك احنا لا هنقابل الاهلي في الاسبوع الكام، يجي الاسبوع بقى بتاع النادي الاهلي اللي زعلان باصطلاح اللي ما بيجيش او ما يتمرنش كويس بيتمرن عشان ينول صح. شرف ان هو يبقى موجود في الفرقه، الجهاز حتى الجهاز غصب عنه الجهاز الفني بيبقى مشدود ومستعد ومهتم ركز اكتر، وممكن الحوافز بتزيد والمكافآت بتطلع والرصد المكافآت والحاجات دي ليه قدام النادي. على فكرة لا ده احنا مش بنقول حاجة، لكن احنا بنقول ان ده وده حق اي نادي يعمل كده، يعني عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنقول لا، وبعدين ده طبيعي بنقول الكلام ده كابتن اسلام عشان يمكن انت وانا لعبنا برضه خارج النادي الاهلي فعارفين اللي كان بيحصل. انا بقول انا كنت بزود الجل وبكوي عشان الناس ما انا كنت بزود الجل واكوي الشوك انا بالنسبة لي ببقى نفسي اعمل ماتشات عمري قدام طبعا هقابل النادي الاهلي صح. لان هو ده اللي بيظهر اللعيب وهو صح. ده الناس ما بتبقاش واخده بالها او مهتمه بالمباراه باي مباراه ثانيه في الدوري غير مباراه طرفها النادي الاهلي، فمباراه قويه جدا. طلع الجيش جاي من مكسب 4 والمكسب دايما زي ما بيقولوا بيجيب مكسب بيدي ثقه للجهاز واللعيبه، واضح ان هم 4-0 يعني اللعيبه كلها اللي كانت متواجده بما فيهم الناس اللي نزلت في حالتها البدنيه والفنيه العاليه لان هم يسجلوا سكور كبير، فده بيدي طبعا صعوبه للمباراه. الصعوبه كمان من جانب النادي الاهلي ان انت اولا عايز تكمل في البطوله برغم الفارق اللي بينه وبين اقرب المنافسين، انما هو عايز يكمل الريكورد اللي عامله في تتابع المباريات ومكسب عايز يوصل للهدف المكاسب وعايز يوصل للهدف، وعارف كمان الفتره دي يا اسلام هو مش عايز حاجه تعطله يعني مش عايز حاجه كده ايه يعني انت رايح لهدف معين فمش عايز حد يديك كتف كده صغير وانت ماشي، انت عايز تبقى ماشي ومركز
في المباريات كلها مكسب 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 ان شاء الله باذن الله يؤدي الى الهدف الرئيسي وهو بطولة الدوري والبطولات كلها بما فيهم افريقيا. طبعا انا طبعا الناس كلها هتتساءل دلوقتي وانا بسال نفس السؤال تقريبا للثلاث كباتن، هو ليه؟ انا اقصد طبعا انا مش قاعد، لكن انا اقصد اعمل كده لان هناك ثلاث اجيال مختلفه من النادي الاهلي، ودايما احنا لما بنيجي نقول لحضراتكم دايما بنقول ايه، اجيال بتسلم اجيال. انا كنت نفسي اسمع كلام مختلف الحقيقه، او لكن الثلاث كباتن الحقيقه بالثلاث اجيال مختلفه تقريبا بيكملوا كلامهم بيكمل بعض، تقريبا كلامهم بيكمل بعض، عشان كده هو ده النادي الاهلي، هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي وما بينه اي نادي اخر. ان نفس الكلام اللي حضرتك سمعته من الكابتن فتحي، الكلام هو نفسه من الكابتن ماهر، من الكابتن حشيش، وثلاث اجيال مختلفه وكلنا بنكمل، كل الاجيال دي بتكمل بعض عشان تصل في النهايه للهدف اللي حضرتك عايزه. نطلع نسمع الاغنيه، وبعد الاغنيه طلعنا تقرير بقى عن الاوراق الرابحه. سمير لو جاهز يلا نطلع نشوف اجيال والتقرير ونرجع. معلش مهم جدا ان احنا نقول لحضراتكم ماذا يحدث داخل النادي الاهلي، والله اقسم بالله احنا ما متفقين على اي حاجه من اللي بيحصل ده خالص. انا سالت الكابتن فتحي وبعدين طب ما نسال الكابتن ماهر نفس السؤال، وبعدين طب ما نسال الكابتن حشيش نفس السؤال، علشان متاكد ان هم هيقولوا نفس الكلام تقريبا او كلام واحد، عشان حضراتكم بس تبقوا عارفين ان النادي الاهلي بس مش مجرد كلمه بتتقال او مجرد نادي بنشجعه، ده حاجه جوانا بنحاول نطبقها في حياتنا. خلينا نطلع نشوف تقرير عن الاوراق الرابحه للنادي الاهلي امام طلائع الجيش. يخوض فريق الكرة بالنادي الاهلي مباراة هامة امام نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري هذا الموسم. هي المباراة التي يسعى خلالها المارد الاحمر لمواصلة سلسلة انتصاراته المحلية والوصول للفوز الرابع عشر على التوالي، بعدما حقق نادي القرن الافريقي الفوز في 13 لقاء سابق ليحصد 39 نقطة احتل بهم صدارة جدول المسابقة. يعول ريني فايلر المدير الفني للاهلي على العديد من اللاعبين في صفوف الفريق بمثابه الاوراق الرابحه بالنسبه له لترجيح كفه بطل الدوري في 41 نسخه سابقه كاكثر ناد مصري توج باللقب منذ انشاء المسابقه الاقوى في الكره المصريه. يعد محمد الشناوي احد اهم الاوراق الرابحه في صفوف قلعه الجزيره لما وصل له من مستوى فني متميز بات هز شباك الاهلي صعب المنال للمنافسين، ويكفي ان نعرف انه دخل مرماه 3 اهداف فقط خلال 13 مباراه خاضها بالدوري هذا الموسم، حيث كان سببا في تحويل كفه المباريات في مباريات عده لصالح فريقه. ياتي التونسي علي معلول الظهير الطائر ليكون احد الاوراق التي يعتمد عليها فايلر في فك لغز وتكتلات المدافعين لما يمتلك من مهارة كبيرة في صناعة الأهداف وكذلك في تسجيلها، بجانب أحمد فتحي الذي يعد وجوده في الملعب حصن دفاع قوي للمارد الأحمر في الجبهة اليمنى لما يمتلكه من روح وإصرار على الفوز، بجانب إجادته اللعبة في أكثر من مركز سواء في الدفاع أو الظهير الأيمن أو الوسط المدافع. يبقى أليو ديانج قاطرة الأهلي المتحركة دفاعا وهجوما بعدما خطف الأنظار من الجميع في الفترة الأخيرة وجعل جماهير الأهلي تطلق عليه أفضل لاعب في أكثر من مباراة خاضها الأهلي مؤخرا، على رأسها مواجهة بيراميدز حيث صنع الهدف الأول ونجح في إحراز الهدف الثاني في الوقت بدل من الضائع ليمنح الفوز للأهلي، بخلاف ركضه المستمر طوال أوقات اللقاء من أجل إفساد الهجمات على المنافس كعادته منذ أن ارتدى الفانيلة الحمراء. لا يخفى على أحد الثنائي الناري حسين الشحات وجونيور أجاي لقدرة كل لاعب فيهما على صنع الفارق في أي لحظة لمصلحة الأهلي، حيث استطاع كل منهما أن يحسم أكثر من مباراة ليبقى أحدهما أو كليهما خيارا هاما للمدرب السويسري. في مركز صانع الألعاب يتبادل الثنائي محمد مجدي أفشا ووليد سليمان اللاعب، حيث يتميز كل لاعب فيهما بقدرته على التمريرات الحاسمة لزملائه في خط الهجوم وصنع العديد من الفرص التي ترهق المنافسين. هو ما يجعل فايلر في حيرة شديدة بين المايسترو أفشا والحاوي وليد سليمان. We'll be right back.
كابتن فتحي عايز اعرف رؤيه حضرتك لمباراه بكره. الرؤيه كابتن اهلي وطلائع الجيش طبعا. اهلي وطلائع الجيش طبعا. هو اهلي وطلائع الجيش بدايه لمشوار 6 مباريات. انت هتلعب اهلي وطلائع الجيش يوم بكره لو ان شاء الله باذن الله 10، ده يوم 14 المصري. المصري يبقى هتسافر طلائع المصري. بعد كده هتسافر يوم 20 خميس هتلعب سوبر. هتلعب يوم 20 نلعب يوم 20 السوبر. تلاتة. هنرجع يوم 24 نلعب اهلي زمالك دوري. بعدين هنلعب يوم 29 افريقيا، ثم هنلعب يوم 7 بره هنلعب افريقيا. 6 مباريات. المسافات اللي بينهم ما هياش كتيره لان فيها ايام سفر. صح. يعني هتلاقي اقصى حاجه 3-4 ايام. هتقول لي المدرب هيعمل ايه في المجموعه دي او في خطته في ده كده؟ لعيبه النادي الاهلي اولا كابتن ماهر وكابتن حشيش اتكلموا في الاول في التدوير، التدوير لن يزيد عن في كل ماتش انه غير 3، الثمانيه ثابتين. خد الكلام ده وهنلاقيه. الحاجه الثانيه لا يرفع لياقه لاعب في خلال المباريات دي، المباريات هي اللي هترفع لياقه اللاعب. ولا هيغير مهارته، لكن يقدر يشتغل خططي واعداد نفسي وذهني للمباريات. لو نجح فايلر في ان هو النقطتين دول تركز عليهم الاعداد النفسي، الاعداد النفسي لكل مباراه، كل مباراه تختلف لان كل مباراه لها هدف غير الهدف الثاني. انت بتلعب بثلاث اهداف دلوقتي، تلعب دوري الماتشين الاولين، ثم هتلعب سوبر بطوله ثانيه، ثم هترجع هنا مباراه قمه، ثم هتلعب افريقيا. اذا الاهداف مختلفه مش هدف واحد. اذا انت بتلعب في ثلاث معارك او ثلاث منافسات، ثلاث اتجاهات مختلفه، عايزه كل واحده لها الاعداد النفسي لكل فرقه. الاعداد المهاري موجود زائد الاعداد الخططي، لان لما هيلاعب لما هيلاعب مثلا طلع الجيش مش زي ما هيلاعب المصري خططيا. صحيح. مش زي ما هيلاعب الزمالك في السوبر، مش زي ما هيلاعب الزمالك في الدوري. مباراه السوبر غير مباراه الدوري، لان السوبر مباراه واحده، اما الدوري مباراه من ضمن المشوار بتاعنا اللي احنا بنقول عليه ال 34 مباراه. فهو مباراه من ضمن ال 34 ده بالنسبه للمباراه الثانيه. اما مباراه السوبر مباراه فاصله، هتكون مباراه افريقيا عنده مباراتين، مباراه هنا ومباراه هناك برضه لها حساباتها. اذا دي عمليه صعبه جدا يا كابتن اسلام. أيوة. على المدرب في ذكائه ان ازاي يخلي اللعيبه تفصل. ما انا لعبت دوري النهارده وهلعب دوري كده واجي اعمل لهم ايه مخ بقى، تعالوا خلاص نقفل الصفحه دي، تعالوا ده احنا عندنا هدف تاني، مباراه واحده هتلعب سوبر، يبقى ازاي هسافر وازاي هروح وكده، وهرجع عشان العب افريقيا، ازاي اعد لعيبتي للمباراه اللي هناك قبل اللي هنا؟ اعدهم من ناحيه بدني؟ لا. مهاري؟ لا. خططي؟ لا. امال هعدهم ايه؟ اعدهم فيسيولوجيا. يعني ايه؟ يعني هيلعبوا هناك الساعه كام وهلعب هنا الساعه كام؟ هيلعبوا هناك الظهر، درجه حراره غير درجه الحراره هنا، ساعات النوم بتاعتي، كل الحاجات دي هتتغير. المدرب عنده شغل كتير قوي، وان شاء الله باذن الله هذه المنظومه، الكلام اللي احنا قلناه ده ولخصناه في كلمتين باذن ربنا وفقنا فيه، وطلائع الجيش جزء من سلسله هتبدا بكره ان شاء الله. طيب كابتن ماهر، مباراه صعبه، مباراه مهمه، زي ما انا قصد ان انا اكرر هذا الموضوع كل شويه، ولكن في النهايه كابتن فتحي قال لنا ان الاهلي افضل فنيا، افضل اداريا، افضل في كل شيء الحقيقه، ولكن كره القدم لا تعرف ذلك، كره القدم تعرف الملعب فقط. بالظبط. واحنا كمان اسلام يعني صعوبه المباراه، احنا كمان لازم نسهل الامور زي ما قلت لك في اول كلامي، ان اللعيبه الاعداد الذهني بالنسبه لها مهم جدا عشان تساعد المدير الفني. احنا في 6 مباريات، مشاركه بين المدير الفني واللعيبه، لعيبه النادي الاهلي اللي هم ال 25 لعيب. ايوه. وبالاخص اللعيبه الكبار ليهم دور كبير جدا جدا في الفتره اللي جايه، ان هم يلموا الفرقه بشكل جيد، يبقى الاعداد اللي بينهم وبعض اللي احنا اتعودنا عليها اللي هي بتقرب اللعيبه من بعض بشكل جيد، وبتدخل اللعيبه في حته الثبات وحته الانسجام، مهم جدا. النقطه الثانيه كمان ان لعيبه النادي الاهلي حافظت اسلوب وشكل واداء الرجل والفكر اللي بيفكر فيه والاستراتيجيه اللي هو بيسعى اليها. يعني كابتن فتحي بيتكلم على التدوير مش هيزيد عن 3-4 لعيبه. أيوة. والباقي كله فيه ثبات بشكل جيد. انا اتمنى من ضمن الخطوط اللي يحصل فيها ثبات يا كابتن فتحي حته قلبي الدفاع، هي دي اللي احنا محتاجين
خلال فتره يبقى فيها ثبات. ممكن نرجع ماهر امام يلعب يا ريت يعني تبقى يعني ويبقى وراه كابتن حاج نرجع 5 3 2 رجله تاني وكابتن فتحي يلعب مدير فني بره. فوجود الثبات في الحته دي بالذات يمكن احنا الحمد لله بدانا حته راس الحربه التبادل اللي بين مروان وبين باجيو الوافد الجديد بدا يبقى عندنا نوع من الارتياحيه انك انت مروان بيبدا وبعد كده بيحصل تغيير تطعيم بشكل 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 جيد بيبقى فيه تاثير في الحته الهجوميه اللي كانت عامله لنا مشكله في المكان ده. المكان الثاني اللي احنا محتاجينه حته الاثنين المساكين يعني يحصل نوع من التغيير بشكل كبير. اتمنى الفتره الجايه يبقى فيها نوع من الثبات. الثبات ده كابتن فتحي بيدينا شيء من الثقه بيدينا طول ما انت خط ظهرك مأمن الخطوط الباقيه طول ما انت حاسس بارتياحيه طول ما انت حاسس ان طول ما بيجيش فيك انت قريب انك انت تقدر تجيب. واحنا شايفين لاعبتنا في الدقيقه 90 بيقدروا يجيبوا 92 بيقدروا يجيبوا. وكانت مقوله زمان كان بيقولها مستر ريدوكوتي طول ما انا مش موجود طول ما انا مأمن ما بيجيش فيا اقدر اجيب في الدقيقه 90 او في الدقائق الاخيره. لكن عايز اقول لك يا اسلام لعيبه النادي الاهلي بالخبرات والامكانيات اللي موجوده في الاوراق الرابحه زي معلول زي احمد فتحي زي رامي ربيعه زي يانج زي السليه زي وليد سليمان قفشه مروان كهربا عندنا من اللعيبه يعني مش عايز انسى اسم 25 لعيب على اعلى مستوى قادرين ان هم خلال الحزمه من المباراه السته اللي جايه ان شاء الله باذن الله كل مباراه هناخدها يعني ملف في ملف بهدف كل مباراه لها هدف بالظبط كده بالاهداف اللي احنا بنسعى ليها ان شاء الله. انا شايف ان احنا قادرين في خلال الست مباريات دول ان احنا باذن الله رب العالمين نحقق فيهم نتائج ايجابيه. رؤيتك الفنيه يا كابتن حشيش للمباراه؟ طبعا زي ما احنا قلنا ان الشهر اللي احنا فيه شهر فبراير ده يعني شهر حيوي بالنسبه للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجمهور ومجلس اداره يعني جميع العناصر. يعني المباريات الست مباريات يا كابتن فتحي يعني لازم اللعيبه تكون واخداهم باكج على بعض. يعني مش معنى ان مباريات منفصله انما هي مرتبطه في الاهداف كلها اهداف انتصار ومكسب وتحقيق بطوله. دوري مكسب وتكملة انتصارات بعد كده سوبر بين الأهلي والزمالك مباراة ببطولة مباراة بعدها مباراة قمة بعد كده مباراة بطولة إفريقيا مهمة ومهمة ومهمة. فلازم اللعيبة تعرف أن الفترة دي لازم اللي كان بيركز 20 قرات لازم يركز 24 قرات. كل عنصر من العناصر له دور في الفترة اللي جاية. ممكن لعيب بيبقى خارج التشكيلة بيلعب مثلا شوية وبيقعد بيلعب شوية وبيقعد ممكن يلاقي نفسه هو الأساسي خلال الفترة اللي جاية. تلاحق مباريات ماتشات صعبة حمل عصبي وبدني كبير جدا جدا. أنا أتمنى يعني الحمد لله طبعا كل اللي موجودين هيسدوا إن شاء الله. أتمنى كمان خلال الفترة دي الناس اللي راجعة من إصابة زي رمضان ومثلا حسام عاشور والناس ومحمود يعني يكونوا موجودين في الصوره كمان لتحقيق الهدف الاساسي بتاع النادي الاهلي وبتاع جمهور النادي الاهلي هو المكسب. زي ما بقول لك الناس من كتر ثقتهم في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت وفي اداء النادي الاهلي وروح الفنانه الحمراء خلوا لك لا الطلائع المصري احنا عايزين نخش على مباراه القمه احنا عايزين نخش على سان داونز. الطموحات عالية جدا جدا بالنسبة للجمهور إن شاء الله بإذن الله تكون اللعيبة دي كلها على قد الطموحات. لو جيت تسألني على تشكيل مش هقول لك تشكيل لأن الراجل بالظبط كده لأن الراجل عودنا على طبعا بعض التغييرات إن مفيش مش ممكن هتجيب يا كابتن فتحي ال 11 11 استحالة مع الراجل ده. هو له كده فكر معين بيظبط الأمور ما بين الماتشات والماتشات. أنا أعتقد إن الراجل يعني غير المقوله اللي بتقول بياخد مباراه بمباراه لا بيبقى داخل المباراه وعينه على المباراه اللي بعدها اللي هي هتؤدي الى مباراه كذا بعدها لان المباريات قريبه. ده الفكر احترافي بالظبط ما بفكرش تحت رجلي لا خالص. هو الراجل بيبص على
المباراه اللي هيلعبها، بس عينه على المباراه اللي بعدها، ممكن يكون النهارده طريقه معينه او فرقه معينه بيلعبها بتحتاج نوعيه معينه من اللعيبه، ممكن المباراه اللي بعدها يوفر اللعيب ده، لان 3-4 ايام مده قليله فيوفره للمباراه اللي بعدها. المباراه زي ما حضرتك قلت مختلفه جدا، مباراه الدوري غير مباراه القمه، غير مباراه السوبر، مباراه بطوله غير افريقيا. ان شاء الله نكون قدها وقدود، وان شاء الله نعدي الشهر ده واحنا كسبانين الماتشات دي كلها باذن الله. الكابتن ماهر دفع كتير الفتره، عشانا كتير الفتره. هو حشيش رد بقى، طب قول بقى ابو الكابتن، عشانا كتير. لا لا ما خلاص بقى، فايلر محيرنا حقيقه، مش عارفين نحط ايدينا على. بس خلي بالك انا لو قلت التشكيل هاخد انا الفلوس. ايوه انا عارف. عموما شرفتونا ونورتونا يا كابتن فتحي، شكرا جزيلا. شكرا، ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. انا بشكرك كابتن مات، شرفت ونورت. شكرا كابتن حشيش، شرفت ونورت. شكرا جزيلا لحضراتكم. زي ما قلت لكم دايما، بكره ان شاء الله هكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 6:30، ساعه ونص قبل مباراه النادي الاهلي وطلائع الجيش، كل كواليس هذه المباراه ان شاء الله. بس بقى اما يعدي ماتش المصري يبقى نتكلم على هذا الموضوع، ولكن إن شاء الله خلال الفترة القادمة مفاجآت كثيرة داخل قناة النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بكرة في تمام الساعة 6:00، أشوفكم بكرة إن شاء الله. أنا إكسير السعادة، أنا وحش الأفريقية، أنا الأهلي.